ال uh, motivation بتاعنا علشان نبتدي نتكلم على risk of uh, use error و how to manage it uh, جاي من أماكن كتيرة أو جاي من حاجات كتيرة. أول حاجة إن uh, uh, as many as one third of device failures that involve uh, the use of medical devices uh, and result in suboptimal medical treatment or injuries or uh, uh, even death appear to be failures of uh, device use rather than device failure أو device بتاع يعني hardware failure. يعني إحنا دلوقتي تلت الحالات او اكتر من 30% من المشاكل اللي بتحصل نتيجه لاستعمال الاجهزه الطبيه ما بتحصلش نتيجه لان حصل هاردوير فيلير لا ده حصل مشكله في الانتراكشن بين اليوزر وبين الديفايس دي يعني معنى ان احنا بنتكلم على use error بيسبب لنا رقم كبير جدا نسبه كبيره جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل في الهيلث كير سيستم اللي ممكن يعني يا اما الجهاز ما يستعملش بشكل يعني كفء ان احنا نعمل بيه تريتمنت او يسبب اصابات او يسبب وفاه. وبالحقيقة الحقيقه برضو بعض الحاجات اللي زي الـ يعني ديفايس ريكول، ديفايس ريكول ده معناه ان في مشكله ظهرت بعد ما الديفايس دي ابتدت تبقى موجوده في الماركت. والحقيقه لما بيبقى في عندنا حاجه بالشكل ده لما يكون في عندنا ديفايس آه خلاص بقت موجوده في اماكن كتيره ولقينا ان فيها مشكله بنعمل حاجه اسمها ريكول عشان الجهاز ده يرجع للشركه او الشركه تعمل فيه آه تعديل معين بحيث ان المشكله دي تتشال فلقينا ان في برضو حالات كتيره جدا من الديفايس ريكولز دي آه يعني اتصلحت بمجرد ان احنا غيرنا في بعض الحاجات في الديفايس يوزر انترفيس يعني بيسكلي لما انا بتكلم على العلاقه بين الديفايس واليوزر الكوميونيكيشن اللي ال بينهم دوت او الانتراكشن اللي بينهم دوت ده غالبا بيبقى سورس اوف بروبلمز احوال كتيره جدا بيبقى هو اول حاجه بنبص فيها لما بيكون عندنا مشكله في آآ, يعني ديفايس uh, معينه برده الحاجات المهمه جدا ان احنا يعني ات از فيري ماتش ديزايربل تو بريفنت اور انفورنات يوزر ريليتد فيليرز بيفور ذي بيكوم ا بارت of the healthcare system يعني احنا مش عايزين احنا يبقى موضوع اليوز ريليتد فيليرز دوت يبقى حاجه بتسبب لنا مشكله ويبقى خلاص بقت موجوده في السيستم بقى عندنا وبقت بيسكلي بتسبب لنا مشاكل يعني ال الهيلث كير سيستم يعني تخلي بدل ما انا كنت عندي يعني برايمري بروبلم بحلها بقى في عندي سكندري بروبلم جايالي من الاستعمال بتاع الميديكال ديفايس عشان احل البرايمري بروبلم طبعا احنا ممكن ن define فيلير بالطريقة المعتادة ان احنا عندنا ميكانيكال uh electrical, biochemical, or other system related problems that كوز a device to stop working بنتكلم على حاجة mainly related للهاردوير بتاع الديفايس. ممكن نتكلم على بعض الحاجات اللي بيحصل فيها مثلا آه ان مثلا في واحده من من الترانزستورز مثلا موجوده في الديفايس دي تتحرق مثلا فبتعمل مشكله بتسبب سب اوبتيمال بيرفورمانس ممكن مثلا المونيتور بتاع الجهاز مثلا يبقى برضو ما يبقاش شغال يبقى, يبقى معنى كده برضو ده ديفايس آه فيلير انما بقى اليوزر ريليتد hazards دي بتحصل نتيجه حاجه مختلفه شويه. Uh, hazards دي عباره عن Hazards Initiated by users during interactions with a device and resulting in unintended harm. يعني بنتكلم على ان احنا عندنا الجهاز شغال مظبوط ما فيش اي مشكله خالص بس حصلت مشكله نتيجه لاستعمال الجهاز بطريقه مختلفه او طريقه غير اللي المفروض يستعمل بيها. وتسبب كده عن unintended harm يعني اللي كان بيستعمل الجهاز ما كانش اصلا ان هو يعمل هارم دوت وهو حصل نتيجه ان هو استعمله بطريقه خاطئه. فمثال على كده اليوزر يعني may execute or fail to execute an action with an undesired outcome يعني اليوزر نفسه المفروض ان هو كان يعمل حاجه بطريقه معينه او المفروض ان هو ما يعملش حاجه معينه وهو اخطا في في الموضوع ده ونتيجه لكده الحاجه اللي حصلت ما كانتش حاجه ما هي الحاجه اللي هو عاوزها طبعا احنا بيبقى في عندنا يعني حاجه زي اوفرلاب بتوين الاثنين يعني في عندنا اريا كده في النص بينهم ممكن يبقى فيها الاثنين داخلين مع بعض يعني ممكن يبقى في ديفايس فيلير مع يوزر ريليتد hazards تبقى هما الاثنين في بينهم بعضهم كده ايه يعني كوموناليتي انما عامه المفروض ان احنا نتعامل مع دي غير دي خالص ما ينفعش ان احنا نحط الاثنين مع بعض ونكلم عليهم هما الاثنين مع بعض يعني ما ينفعش ان انا مثلا ديزاين مثلا Uh, يعني سيستم بحيث ان هو يعني uh, uh, يعني ابقى بعالج حاجه في الديفايس فيلير في الحاجات اللي بتحصل في الديفايس نفسها اللي هي اللي بتكلم عليها اللي هي التراديشنال ميكانيكال فيلير او الكتريكال فيلير وابقى بادريس حاجه في اليوزر انترفيس لا بتبقى دي صعبه شويه لازم ان انا افصل الاثنين عن بعض الى حد ما وأهندل دي بطريقه وأهندل دي بطريقه زي ما نشوف بعد شويه صغيرين من اهم اسباب اليوز ايرور هي الـ Behavioral variability ان هيومن يوزرز، الاختلافات اللي بين الناس وبعض. طبعا يعني لو انا تخيلت ان انا بنيت اليوزر انترفيس بتاع جهاز معين على اساس تخيل معين لليوزر ده البروفايل بتاعه شكله عامل ازاي وهو بيشتغل ازاي او نقدر نقول برضو الفيزيكال capabilities بتاعته عامله ازاي. وفرضا انا يعني يعني الجهاز ده اتحط في انفايرمنت مختلفه فيها اشخاص مختلفين وتسبب كده ان هو يعني اليوزر انترفيس ده يعني كان ما هواش بالظبط زي ما انا كنت بلاننج ان هو يشتغل فطبعا ممكن نتيجة كده يحصل use error فلازم كلنا نبقى عارفين ان individual users are highly unique with respect to perceptual capabilities يعني هم بيستقبلوا معلومات ازاي thoughts تفكيرهم عامل ازاي information processing ازاي ان انا الحاجة اللي انا يعني بقدمها له على الشاشة دي هو بياخدها وبيتعامل معها ازاي knowledge جراوند المعرفية بتاعته وطبعا نتيجة لكده resulting behaviors طبعا بتختلف فمثلا ممكن احنا ندي امثلة some users can interact with the device successfully and without, without any mishap يعني في بعض الناس اكيد هيقدروا يستعملوا المكنه دي بشكل ممتاز ما يحصلش في اي اخطاء خالص بس الحقيقه في ناس تانية على نفس الجهاز هو هو ممكن يعملوا اوميتنج ستيبس يعني معنى ان انا ممكن اتكلم على ان انا في عندي خطوات المفروض اعملها عشان اشغل الجهاز ممكن بعض الخطوات دي ما اعملهاش او ممكن ان انا اميس ريد اور اجنور يعني في حاجات معينه مثلا بتقول لي ان انا مش مفروض اعلي مثلا دوز مثلا حد معين أنا شفت الوورنينج دوت وبيسكلي ما قريتوش أو يعني بيسكلي أي أجنورد ات، أوكي؟ ممكن إن أنا أوفرلود أ ديفايس انبوت كابابيليتي، يعني لو أنا مثلا عندي كيبورد لو أنا يعني كتبت على الكيبورد دي أو ضغطت على الزرار بريت عالي جدا أنا كده بساتوريت البفر بتاع الكيبورد دوت فمعنى كده إن أنا ممكن لو كتبت حاجة بعد البفر ده ما يتملي هي مش مش هتبقى أنترد أصلا على على الكيبورد. فممكن برضو حد يعمل كده ممكن اميس اندرستاند ذا ديفايس مود اور ستاتس يعني ممكن ابص على الجهاز هو هو زي ما واحد تاني بص عليه واشوف ان الديفايس دي بشكل مختلف او اشوف ان المود ده حاجه غير الموجود عليه او كوريكت انكوريكتلي انتربريت ان ايكون لو انا مثلا في بعض الحاجات طبعا ما بحطش اسم الـ 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 الزرار مثلا او اسم الفانكشن ممكن احط لها ايكون والايكون ده ممكن هو يعني يبقى انتربريتد ديفرنتلي بين ديفرنت people فبيسكلي ممكن برضه نقول ان نفس الشخص هو هو اللي بيستعمل الجهاز ممكن في وقت معين بيستعمله بطريقه سكسسفل وبعض التاني يعني ممكن برضه يفيل يعني ممكن نفس الشخص لو هو فتيج مثلا ممكن هو ما يقدرش يستعمل الجهاز بنفس الكابابيلتي اللي الـ كان بيعملها وهو ريستد ممكن برضه نتكلم على الحاجه اللي بيعرضها اليوزر انترفيس الارقام والجرافس والصور والحاجات دي كلها ممكن ان هي تميك سنس لبعض اليوزرز ممكن انها ما يعني doesnt make sense to others. فلازم نبقى عاملين حسابنا ان في variability طبعا احنا بنتكلم على ان احنا واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا صعب جدا ناخد ال دي في اعتبارنا واحدة من الحاجات اللي بتخلي الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لنا ان احنا بنتكلم على ال failures من النوع ده انها intermittent و تو to predict without testing since they reflect a behavior. يعني بتكلم مثلا لو انا فرضا بكتب مثلا على الكيبورد بكتب مثلا جمله معينه الجمله المعينه دي ممكن ان انا اكتبها 10 مرات صح وممكن في مره يبقى عندي تايبو اوكي هل اغير الكيبورد ديزاين علشان التايبو اللي انا عملته ده بتاعي صعب انما لو فرضا ان انا لقيت ان المشكله دي متكرره في كل الناس لا ساعتها ممكن اغير الديزاين بتاع الكيبورد بقى عشان ايه يبقى انا كده ابتديت الاحظ ان في حاجه في الديزاين بتاع الكيبورد بتخلي ناس مختلفين يعملوا نفس الخطا فلازم اخد بالي الحقيقه ولازم يعني such variability must be acknowledged اللي هي الفاريبيتي بين الناس وبعضهم must be acknowledged and dealt with as a source of risk يعني ما اقدرش اقول ان انا هعالج كل الفاريبيلتي دي بس على الاقل لازم ابقى واخد بالي منها ولازم ان انا احط effort علشان يعني يعني احاول اشوف اذا كان في patterns معينه في الفاريابيلتي دي احاول ان انا اخدها في اعتباري ولازم ابقى برضو في كل الاحوال واخدها في اعتبار انها سورس اوف ريسك حتى لو حصل اخطاء او يوز ايرورز يعني نتيجه للفاريابيلتي دي اميك شور ان اليوز ايرورز دي ما تتسببش برضو في ايه في هارم طب دلوقتي نبتدي نديفاين بقى اليوز ايرور اليوز ايرور ده معناه uh, undesirable or unexpected events resulting from the interaction between a user and a device. Use error accurately indicates error but does not attribute fault to the user. okay؟ يعني بمعنى ايه؟ معنى ان احنا بنتكلم دلوقتي ان الـ use error دوت هو حاجة حصلت وما هياش desirable، ما هياش حاجة يعني كان المفروض ان احنا عاوزينها، ما هياش عاوزينها تحصل. بس ما هياش برضو expected، يعني برضو زي ما انا كنت بقول مثلا انا وانا بكتب على الكيبورد انا ما بقاش بريدكتنج ان انا هعمل خطا في الحرف الفلاني في الكلمه الفلانيه، لا هو بيحصل كده انيكسبكتدلي وطبعا ما بيبقاش ديزايرابل لان هو بيضيع لي وقت يعني لازم ارجع اعمل حاجه مختلفه او عشان اصلح الخطا ده لازم اخد وقت زياده فبيبقى بيقلل الافشنسي بتاعت البروسس نفسها. فمعنى كده ان احنا بنتكلم على حاجه اندزايرابل يعني مش مرغوب فيها وانيكسبكتد يعني صعب ان احنا نتوقع حدوثها. وفي الوقت نفسه يوز ايرور دوت ما نقدرش ان احنا نقول ان هو خطا لليوزر لان دي حاجه بتحصل يعني في حاجات كده بتحصل يعني مش مش هنقدر ان احنا نمنعها انها تحصل وما هياش كاركترستيك لليوزر لان اليوزر ده زي ما كنت بقول ممكن يكون بيستعمل الجهاز ده يعني بطريقه سليمه مثلا 100 مره وفي مره ممكن يستعمله بطريقه خطا فبيسكلي لازم ناخد بالنا ان في فرق كبير قوي بين اليوز ايرور اوكي وحاجة اسمها abnormal use abnormal use ده يعني بمعنى ان انا دلوقتي في شخص عاوز يستعمل الجهاز ده خطأ intentionally يعني بالقصد يعني في فرق ما يكون عندي خطأ use error بالمنظر ده كده يعني انا بس مجرد ان انا وانا بعمل حاجه هي جت كده يعني مثلا انا فرضا كنت بشغل جهاز معين ففرضا مثلا يعني صباعي على زرار معين ما كانش عايز ما كنتش عايز ان انا ادوسه مثلا فعمل فانكشناليتي او شغل حاجه او وقف حاجه يعني هي بيسكلي ما كانتش اصلا انتندد انها تكون كده وفي فرق ما اقول لا ده انا دلوقتي في حد انتشنالي بيستعمل الجهاز ده بطريقه غلط او بطريقه اب نورمال يعني فرضا انا كنت دايما بقول مثلا المثال دوت ان انا لو فرضا عايز اذي حد بجهاز ده سهل جدا ده يعني ابسط حاجه ده اب نورمال وده بيبقى انتشنال يوز ما هواش ان uh انتشنال واي جهاز ممكن ان احنا ناذي بيه مريض وده طبعا لو يعني ابسط حاجه مثلا لو في جهاز صغير حتى لو هو واحد مسكه مثلا وضرب بيه المريض ما هيأذي المريض فانا بتكلم على اليوز ايرور اللي انا قصدي عليه مش اليوز ايرور اللي هو intentional لا بتكلم على حاجه تانية بتكلم على ان انا دلوقتي قاصد ان انا استعمل الجهاز ده بالطريقه السليمه بتاعته وان انا يعني اديليفر للمريض الحاجه اللي المفروض يبقى يعني يتلقاها من الجهاز دوت ونتيجه الحاجه مش مقصوده حصل مشكله دي بقى الشارت اللي بتوري لنا كل انواع اليوز ايرور وطبعا من الاول خالص مش نلاحظ على طول الجزء بتاع الان انتند فيرسس الانتندد اوكي ان انتندد دي معناها ان هي دي الحاجه اللي هي غير مقصوده والانتند دي اللي هي مقصوده طبعا بتكلم على انتندد واب نورمال دي مش دي ملناش دعوه بيها خالص يعني بمعنى ان انا دلوقتي انتندد وكان قصدي ان انا يعني استعمله بطريقه غلط دي يعني دي اكيد زي ما قلت كده اي جهاز يعني بيسكلي ممكن اعتبره طوبه، يعني ممكن ارمي بحد بيه فيتاذي، فالنقطه ان انا لو بتكلم على الانتندد وابنورمال دي ما... لا يمكن ان احنا نعمل اي حاجه عشان تمنعها خالص، ودي مش مفروض ان احنا نبني عليها اي ديزاين طبعا بالتاكيد. لو انتندد وكوركت خلاص هي الدنيا سليمه كده، ده الوضع الطبيعي اللي هو انتندد وكوركت ده الوضع الطبيعي بتاعنا. الوضع بقى اللي غير طبيعي او اللي هو اللي احنا بنحاول ناخده في اعتبارنا في الديزاين عشان نحاول نقلل المشاكل اللي بتحصل منه هو الان unintended وفي عندي عندي use error somehow اوكي طبعا انا بتكلم هنا على الـ use error ده ممكن ان احنا نتكلم عليه بكذا ليفل ممكن نتكلم حاجه اسمها slip حاجه اسمها lapse حاجه اسمها mistake سليب دي بتبقى اساسا يعني ممكن تبقى يعني نقص في التركيز يعني ممكن اقول ان هو الشخص ده مش منتبه اوكي فمعنى كده بتكلم على ان انا نسيت حاجه او يعني في حاجه يعني عملتها بالعكس أو الأوردر بتاع السيكونس اللي أنا المفروض أعمله دوت عملته بطريقة خاطئة، أو إن أنا المفروض إن أنا أعمل حاجات في أوقات معينة ما عملتهاش في الأوقات دي، فدي بتبقى جاية نتيجة لإن الشخص اللي بيعمل الحاجة دي مش منتبه. اللابس بتبقى مختلفة شوية، اللابس دي معناها إن أنا آآ يعني آآ نسيت حاجة، يعني ميموري failure يعني ممكن أوميت بلاند أيتم، إن أنا وأنا في وسط مثلا تشغيل الجهاز دوت يعني عملت حاجة وبعد كده رجعت مكان ما كنت ما أنا فين معرفتش أنا كنت بعمل إيه ورايح فين ممكن نكون برضو نفس الكلام يعني مثلا دكتور هو قاعد على مريض مثلا وقاعد بيشتغل مثلا بيعمل سكاننج لمريض مثلا لو الترا ساوند ولا حاجه يعني كان بيشتغل في اريا معينه بعد كده يجي بعد كده يعني تركيزه يعني او ينسى مثلا ويلاقي نفسه هو مش عارف هو كان بيعمل ايه بالظبط او هو المفروض يعمل سكاننج لايه بالظبط او هو مثلا كان شاف حاجه ورجع تاني عشان يعني يبص عليها تاني فبيسكلي كان مش واخد باله او نسي هو كان بيبص عليه فالسليب واللابس دول حاجات طبعا احنا كلنا معرضين ليهم يعني السهو والخطا دول بيبقوا حاجات او السهو والنسيان يعني ممكن يبقى حاجات بتبقى فيها يعني وارده لاي حد فينا ان هو ممكن يعملها. مستيك بقى مختلفه شويه ومستيك دي على فكره ممكن تعمل اند انتندد وممكن تعمل انتندد. ان انتندد ميستيك بنتكلم على حاجات مثلا ليها ثلاثه كلاسيفيكيشنز يعني اول حاجه رول بيزد ايرور ان انا دلوقتي عندي قاعده سليمه انا بطبق قاعده سليمه وانا بشغل الجهاز بس طبقتها بشكل غلط اوكي يعني ايه يعني مثلا المفروض ان انا مثلا المريض مثلا يبقى آآ يعني سيديتد مثلا عشان نعمل ام ار اي كويس انا مثلا عملت حاجه ما يعني عكس كده اوكي يعني او عملت مثلا سيديشن بعد ما المريض طلع مثلا اوكي بعد ما المريض مثلا خلاص قرب يخلص الاسكان او في وسط الاسكان مش في اول الاسكان أه بتكلم على ابلكيشن اوف ا باد رول يعني انا دلوقتي عندي قاعده خاطئه بس انا مش عارف انها خاطئه مش عارف ان القاعده دي غلط وطبقتها على حاله يعني موجوده وطبعا نتيجه كده عملت خطا او ممكن اتكلم على النولج بيزد ايرور اللي هي ميس ابلكيشن اوف ا رول يعني معناها ان في قاعده صح بس انا يعني مش فاهم استعملها ازاي فاستعملتها غلط وفي حاجه اسمها ني ساينت ايرور اللي بتكلم على حاجه زي روتين فايوليشن يعني بتكلم ان في مثلا روتين معين المفروض اعمله خطوات معينه يعني انا يعني عملت خطا ان انا قلت لا مش مشكله الخطوه دي اعمل اللي بعديها او حاجه اسمها ويل well meant اوبتمايزيشن انا شايف مثلا الجهاز دوت في خطوات كتيرة المفروض اعملها وبعد كده قلت لا ده شكل كده الخطوه دي ملهاش لازمه فخلينا نوفر وقت ونعمل يعني يعني نعمل سكيبنج الخطوه دي او نعملها بشكل مختلف بحيث ياخد وقت اقصر فويل مينت اوبتمايزيشن ده معناها ان انا دلوقتي تخيلت ان في حاجه معينه انا هعملها هتخلي البرفورمانس احسن بس الكلام ده ما كانش صح يعني هي ما هياش مقصود ان يحصل منها خطا يعني الشخص اللي بيعملها بيعملها بنيه سليمه بس النيه السليمه دي ما كانتش في محلها يعني كان بيستعمل حاجه خاطئه او بعمل شورت كات شورت كات دي معناها زي ما بقول برضو ان انا في حاجات معينه بتتعمل بسيكونس معين انا بباي حاجه او ان انا بدل ما بعمل حاجه بالطريقه السليمه بتاعتها لا بعملها بطريقه ثانيه يعني الطريقه الثانيه دي ما هياش مظبوطه بنفس نفس الكلام كده بالظبط في حاجه اسمها امبروفيزيشن ان unusual سيركمستانسز يعني بيسكلي انا بعمل حاجه يعني لو في عندي وضع مثلا عمري ما شفته قبل كده والوضع دوت يعني ممكن شخص ان هو يستنى شويه او يتانى شويه وهو بيبص الوضع دوت او يسال حد مثلا بيفهم فيه اكتر منه وفي حد تاني لا ممكن يفتي فيه يعني ممكن هو ياخد الوضع دوت ويقول لا انا ممكن اجرب كذا اوكي يعني يعني بمعنى ان احنا نتصرف في في انيوجوال بتفكيرنا كده من غير ما نرجع لحد ممكن يكون عنده يعني يعني اكزاكت في ايه اللي المفروض يتعمل دي حاجه طبعا مش صح يعني دي خطا برضه يعني ممكن مثلا لو فرضا الممرضه مثلا قررت انها تعمل حاجه او تدي مثلا المريض حاجه زي دواء مثلا المفروض مش المفروض انها هي له الدواء ده لازم الدكتور هو اللي يكتب له الدواء دوت هي شافت ان الحاله دي كانت شافتها قبل كده مثلا ومعتقده ان هو مثلا ان هي دي نفس الحاله فممكن انها تدي نفس الدواء فالكلام ده طبعا بيبقى ساعات خطا كبير وطبعا لو كنا بنتكلم على تشغيل جهاز طبي بيبقى نفس الحكايه بالظبط لازم الشخص اللي عنده النولج هو اللي يعملها مش الايه مش الـ مش الـ مش حد تاني او مش حد ما عندوش النولج دي فني ساينت ايرورز دي بنتكلم على اخطاء نتيجه للجهل يعني الشخص نفسه اللي بيعمل الخطا دوت بيبقى بيعمله عن جهل ما بيعملوش عن مالس ما بيعملوش عن ان هو عنده نوايا شريره اوكي طبعا ممكن نتكلم على ان الميستيك دوت ممكن نتكلم عليه ان هو انتندد يعني انا دلوقتي قاصد بس ايه يعني هو قاصد من ناحيه ان هو وهو بيعمل حاجه دي كان قاصد ان هو يعمل حاجه دي فعلا بس اكشولي هو ان انتندد من ناحيه ان هو ايه من ناحيه ان هو ما كانش قاصد ان يحصل منه هارم يعني هو كان معتقد ان دي طريقه سليمه ان هو يعمل الحاجه اللي هو عملها دي فدي طبعا حاجه من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا دي الانواع المختلفه اللي احنا ممكن ان احنا نلاقيها في اليوز ايرورز في امثله كتير الحقيقه ممكن نديها على ازاي ان في بعض المشاكل بتاعه التصميم ممكن ان هي تودينا ان يبقى في ان انتشنال يوز يعني او ان انتشنال يوز ايرورز مثال على كده الميس ماتش بتوين ديفايس كابابيليتي اند يوزر انبوتس يعني دلوقتي انا الجهاز بتاعي ده ما يقدرش ان هو يعمل حاجه معينه ما ينفعش ان انا اسمح لليوزر ان هو يحط حاجه ما هياش compatible معاه اوكي يعني لازم اليوزر انترفيس او لازم اليوزر انبوت ده يبقى يعني بالظبط زي ما الديفايس تقدر تعمل ما ينفعش ان انا اسمح لليوزر ان هو يتخيل مثلا ان انا اقدر ادي دوز عاليه قوي وهو الجهاز نفسه ما يقدرش او ان انا مثلا اقدر اجيب اكيرسي عاليه قوي في حاجه معينه والجهاز نفسه ما يقدرش او ممكن يبقى في عندنا insufficient فيدباك for user actions or device status يعني انا دلوقتي في مشكلة عندي بتحصل من اليوزر بيستعمل الجهاز بطريقة خاطئة بطريقة مش مظبوطة والجهاز ما بيديلوش warning او ما بيديلوش error او ما لو حصل failure في الجهاز ما بيبقاش في device status ان هي device دلوقتي بتعمل ايه بالظبط ما هياش واضحة بالنسبة لليوزر ممكن برضو يكون في عندنا insufficient physical resilience to user actions يعني مثلا ممكن اتخيل مثلا ان انا عندي فرضا يعني جهاز مثلا ديفبريليتور واليوزر اللي بيستعمله طبعا بيبقى طبعا في وضع حرج جدا ان في شخص عنده كارديك ارست فبيستعمل الجهاز ده ممكن بعنف شويه فانا اتخيل مثلا كده في في جهاز بتاع ديفبريليتور واحد بيشد الالكترودز بتاع الديفبريليتور عشان يحطها على العيان الديفبريليتور الالكترودز دي اتكسرت في ايديه او السلك بتاع الديفيبريتو ده اتقطع ده بيبقى بنتكلم على insufficient physical resilience يعني هي الجهاز نفسه مش مؤهل فيزيكلي ان هو يتعامل مع اليوزر في الوضع اللي هو فعلا بيحتاج ان هو يتعامل معاه فيه فدي طبعا حاجه مهمه جدا ممكن تخيل برضو ان انا عندي زرار في المكنه ممكن مثلا اضغط عليه يخش جوه ما يطلعش مثلا حاجات بالشكل ده يعني برضه ممكن اتكلم على cumbersome interactions that slow down users ability to use a device يعني لو فرضا انا مثلا لازم اعمل مثلا اربع خطوات والاربع خطوات كل خطوه فيهم بتاخد وقت عشان اعمل الحاجه دي ولازم في كل واحده منهم لازم اعمل كذا حاجه يعني لما يكون عندي تري كده كبير قوي وعشان اعمل حاجه بسيطه لازم امشي في 3 دي بشكل معين ولو ما مشيتش بالشكل المعين ده لازم ارجع تاني من الاول عشان ابتدي الكلام ده كله طبعا معناه ان انا في عندي cumbersome interactions يعني عندي طريقه تواصل معقده بين الجهاز وبين اليوزر ودي الحقيقه طبعا على الاقل يعني اذا ما جابتش يوز ايرور هي بتسلو داون اليوزر يعني بتبطئ اليوزر ما بتخلوش ان هو يلحق ان هو يعمل حاجه في وقت قصير Uh, unnecessary confusion ان انا ممكن اطلع له مثلا messages وتبقى كلها شبه بعض يبقاش عارف المسج دي طالعه عشان ايه بالظبط ممكن ان انا برضو lack of alarms or critical indicators دي حاجة خطيرة جدا ان انا ما يبقاش عندي لو حصل فيلير في حاجة معينة او حصل error في حاجة معينة يبقى في عندي ما يبقاش في عندي alarm او critical indicator يوضح لي لليوزر ان في مشكله لو فرضنا مثلا في عندي مثلا حاجه اعلى من الحد بتاعها يعني حاطط ليميت لحاجات معينه هي اعلى من الليميت لو فرضنا انا طلعت المعلومه دي لليوزر في شكل عادي تكست عادي كده على الشاشه ممكن اصلا ما ياخدش باله منها انما لازم اطلعها بشكل يبقى واضح وشكل يبقى فيه مثلا الكالرز نفسها زي ما هنتكلم يعني بعد كده لها اهميه كبيره قوي ان احنا نخلي اليوزر يبقى منتبه للحاجه اللي انا بطلعها له دي فلو ما كانتش معموله بالشكل السليم طبعا ممكن تليد ليوز ايرور بعض الاجهزه برضو ممكن يبقى نقص الريبليسمنت بارتس للكريتيكال ديفايسز ممكن يعمل مشكله يعني في بعض الحاجات مثلا جوه في اوضه العمليات، حاجات اجهزه بستعملها في اوضه العمليات، ممكن ان انا احتاج ان انا يبقى في عندي ريبليسمنت بارتس عشان لو حصل في يعني فيلير في, في حاجه معينه الحق ريبليس الحاجه دي، يعني ممكن يبقى في باتريز مثلا لازم يبقى في ريبليسمنت باتريز تبقى موجوده لبعض الحاجات اللي بتبقى محتاجه باتريز جوه اوضه العمليات. لو فرضا انا مثلا Uh, يعني لو فرضنا الريبليسمنت بارز ما هيش موجوده واليوزر في وسط الشغل بتاعه وبالتاكيد كده هيحصل يوز ايرور يعني بالتاكيد كده هو مش هيقدر يكمل الاستعمال بتاعه للمكنه او يعني هيحصل على الاقل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها ان ممكن يحصل هارم لايه للبيشنت او على الاقل ممكن ان هو يعني كون ان هو التريتمنت بتاعه مثلا بقى ديليت شويه او بتاعه ديليت شويه ده برضو يعتبر الى حد ما هارم ممكن بقى ندي امثله بشكل مختلف شويه او شكل اكتر تفصيلا يعني هنتكلم على الانتراكشنز دي على ديفرنت ليفل على ديفرنت ستيج يعني في كل حاله من الحالات اللي ممكن يبقى اليوزر بيستعمل المكنه فيها ونشوف ايه الايرور اللي ممكن يحصل ونتكلم على احنا ممكن نعمل ايه علشان ان احنا نحاول نكونترول الريسك اللي ممكن يطلع من كده. فعلى سبيل المثال احنا عندنا الانتراكشن نفسه ممكن يكون اليوزر فيه بيبرسيف انفورميشن يعني بيبقى فيه معلومات الجهاز بيكونفي للبي لليوزر او ممكن اليوزر ده خلاص خد المعلومه وبيعملها بروسيسنج او ممكن اليوزر ده بيكون بيكسكيوت اكشنز يعني بيدوس على زراير او بيدخل انبوت انتري حاجه معينه او يكون بيعمل سكاننج للبيشنت وات ايفر. فممكن يبقى في عندنا مثلا آه يعني اكزامبلز هتحصل لحاجات زي كده بالنسبه لليوزر بيرسيفنج انفورميشن مثلا آه ان انا بسمع اوديتوري الارم او مثلا فيجوال الارم برضه نفس الكلام ممكن يبقى في تكست على ديسبلاي المفروض ان انا اقراه ممكن يبقى في كلر آه كود مثلا معين لما يكون في كلر كود ده المفروض انه بيدي معلومه معينه لليوزر لل حاجات بالشكل ده كده البروسيسنج بتاع الانفورميشن بتكلم على ريكولينج بروسيجر يعني أنا دلوقتي آه خلاص جات لي معلومة معينة إن أنا خلاص خلصت المرحلة الفلانية، أنا المفروض أفكر أنا رايح فين بعد كده. أو إن أنا أسوشيت أيكون أور كلر وذ مينينج، لما يكون عندي لون حاجة لونها أحمر يبقى أنا عارف إن في حاجة شكلها فيها خطورة. فلازم إن أنا أفكر بقى أربط الحاجة اللي أنا شفتها دي بالحاجة اللي أنا إيه؟ الحاجة اللي أنا عارفها من معلوماتي قبل كده. وهكذا بنفس الشكل ده كده. الإكسكيوشن أوف أكشنز بتكلم على إن أنا دلوقتي هدوس على أنهي زراير. أه بتكلم على maneuvering a سيرجيكال تول يعني دلوقتي بستعمل بقى الجهاز فعلا او ان انا مثلا بعمل سكاننج للبيشنت او وات ايفر الانواع بقى اليوز ايرور اللي ممكن تحصل في اول حاله اللي هي اليوزر بيرسيفنج انفورميشن لو انا بتكلم على السليبس مثلا ممكن اتكلم فيلينج تو ديتكت ان الارم يعني ممكن انا ما بالي من الارم يعني مثلا تكون الدنيا دوشه شويه وما اسمعش الارم اللي طلع دوت او برضو ما اشوفش الديسبلاي اللي كان فيه المعلومه او يعني حاجات بالشكل ده كده حاجات معناها ان في معلومه معينه الجهاز كان بيحاول يكون فيه لليوزر وهو اليوزر لسبب ما يعني ما قدرش ان هو يتلقى المعلومه دي نتيجه للسهو اوكي العلاج بتاع حاجه زي كده اكشوالي ان احنا بنحاول ان احنا نوبتمايز بقى الطريقه اللي احنا بنكونفي بيها الانفورميشن بحيث انها تبقى اكشوالي تادرس ال 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 اليوزر ده ب ب باقصى بكذا طريقه اولا وكل واحده فيهم لازم تبقى معموله بشكل معين او معموله بشكل اوبتمايز بحيث ان هي توصل معلومه بشكل يعني اكثر تحديدا من الوضع اللي هو اللي ممكن يخلي اليوزر ده ما ياخدش باله من من المعلومه بالنسبه للبروسيسنج اوف انفورميشن الستبس ممكن تحصل فيها ان انا ممكن اعمل الستبس دي ان ذا رونج اوردر يعني اعملها بخطوات مختلفه او لو كان في لابسز معناه ان انا ممكن ان انا بيسكلي آه uh, يعني uh, انسى حاجه المفروض ان انا اعملها في البروسيجر اللي انا المفروض اعملها او ممكن ان انا كونفيوز الميننج بتاع وورنينج او ايرور سيجنالز يعني ممكن يبقى في عندي آه uh, طلع لي مسج معينه ووصلت لي المسج دي فعلا بس المسج دي انا ربطتها بحاجه غلط يعني انا ربطتها بحاجه مش صح يعني ربطتها بحاجه uh, يعني كنت فاكر انها بتاعت حاجه غير اللي هي عليها يعني كنت فاكر انها ايرور بتاع مثلا المشكله الفلانيه لا طلعت ايرور بتاع المشكله الثانيه وانا ما كنتش واخد بالي المستيك زي ما كنا بنقول حكاية الـ rule-based أو النوليدج أو الـ new science الحاجات دي كلها بتبقى يعني برضو ممكن انها تحصل بأشكال مختلفة هي هنا بقى الجزء بتاع التريننج الحقيقة ده مهم قوي ولازم ان احنا نبتدي نفكر جدياً ان احنا يعني ان apply بيست best practice for information presentation, user interface, and human-computer interaction وفي نفس الوقت لازم ان احنا basically واليوزر user بيعمل processing the information اكشولي uh, نحاول نعمل له جايدنس نحاول ان احنا نجايد اليوزر المفروض هو يعمل ايه بعد كده مش بس اديله معلومة اللي هي الاولانيه واسيبه هو يفكر هيعمل ايه بعد كده لا انا ممكن اقول له انت المفروض تعمل كذا بعد كده او كذا او كذا او كذا مثلا علشان يبقى هو يبتدي يبقى محدد بالظبط الحاجه اللي هو دايركشن اللي هو رايح له علشان ما يبقاش في كونفيوجن بالنسبه لليوزر وهو بيكسكيوت اكشنز ممكن ان هو يسلكت الرونج كي ممكن يغير حاجه في رونج دايركشن او في مثلا في دايل ولا في حاجه بيعملها عشان يابلاي الاكشن بتاعه دوت ممكن يعملها بشكل عكسي مثلا او مثلا ما يعني كان بيحاول ان هو يعني مثلا هو بيستعمل الجهاز نفسه ممكن الجهاز ده يستعمله بطريقه خاطئه بحيث ان هي تعمل دامج للجهاز ده دا ممكن حقيقة نشوفه مثلا حاجه زي الالترا ساوند مثلا لو مثلا الترا ساوند يعني يعني الدكتور بتاع الالترا ساوند مثلا هو بيستعمل البروب الحقيقه في بعض الدكاتره بيمسكوا البروب من عند الانتري بتاع الكونكتور اوكي ولاسباب كثيره يعني فممكن لو هو ماسكه مش من المكان المظبوط بتاعه ماسكه من الحته اللي فيها الكونكتور داخل على على البودي بتاع البروب نفسه اللي هو الترانسديوسر بتاع الالترا ساوند ممكن بعد شويه يبتدي يحصل كراكس في الاسلاك من جوه بحيث ان بعد شويه ممكن اكشولي كونكتور ده يبقى فيه اخطاء يعني يبقى فيه بعض الكريستالز الموجوده جوه مش وصل لها سيجنال اصلا فتعمل مشكله كبيره ممكن ان هي يضطر بسببها ان هو يعني البروب ده تكلفته بتبقى غاليه فممكن يبقى فعلا عنده مشكله فيها او مثلا لو هو وهو بيستعمل الجهاز دوت ممكن البروب نفسه يقع من ايديه مثلا فكلها اخطار الحقيقه ممكن ان هي تحصل وطبعا ما هياش طبعا انتندد فطبعا احنا في الجزء ده بقى لازم ايدنتيفاي يوزر ليميتيشنز يعني بمعنى نشوف بقى الفيزيكال ليميتيشنز بتاعت اليوزر ده شكلها عامل ازاي بحيث ان انا اصمم الجهاز بتاعي ان هو يبقى مناسب ليها ونحاول ان احنا نابلاي البيست ergonomic practices يعني يعني يبقى الجهاز نفسه مريح لليوزر في الاستعمال ما يسببلوش اي مشكله بحيث ان هو ما يبقاش مثلا مضطر ان هو يمسك البروب بطريقه غلط او يبقى يعني يبقى المفروض المكان اللي هو بيمسكه صح دوت يبقى اكتر مكان مريح بحيث ان هو ما يروحش يمسكه من مكان تاني عشان المكان التاني ده احسن له مثلا. او مثلا ممكن ان انا آه الكلام ده بقى ممكن اعمله ايفالويشن عن طريق اليوزابيلتي تيستنج ان انا الجهاز بتاعي ده احطه في سايتس او احطه مثلا في كذا سايت اكشولي وخلي ناس كتيرة مختلفة تشتغل عليه من باك جراوند مختلفة ونشوف إذا كان فعلا في حاجات بتتكرر بينهم ولا لأ نقدر منها نطلع المشاكل اللي ممكن تحصل في أثناء الإكسكيوشن أوف أكشنز. الحقيقة في عندنا مجموعة من الأساسيات كده لازم ناخدها في اعتبارنا في الريسك مانجمنت. أول حاجة لازم نعتبر الفيليرز أوف ذا ديفايس فور ريزونز أذر ذان يوز آه يعني انها مختلفه تماما وان احنا لازم نعالجها بطريقه مختلفه يعني ما ينفعش اقول ان الميكانيكال فيلير او اقول ان الالكتريكال فيلير او الالكترونيك فيلير ده جزء من الديفايس يوز او ديفايس آه يعني الريسك اللي انا بحاول اعمله مانجمنت لا انا بتكلم هنا على المانجمنت اوف ذا يوز ايرور ريسك مش بتكلم على اي حاجه تانية اوكي فاي حاجه ملهاش علاقه بالديفايس يوز ما يعني لازم تبقى تريتد سيبريتلي لان دي ملهاش علاقه الحاجة التانية uh, mitigations for identified identified use errors related to important tasks should be validated by actual users. يعني uh, ما ينفعش إن أنا أعمل الطرق بتاعة المتيجيشن أو الطرق بتاعة معالجة المشاكل اللي حصلت في الـ use uh, errors دي uh, ما ينفعش إن أنا أخلي الناس اللي هم شغالين في الـ ديزاينرز هما اللي يعملوا ايفالويشن لا ده انا لازم اجيب اكشوال يوزرز الناس نفسهم اللي هم حصلت لهم المشاكل دي او ممكن تحصل لهم مشاكل دي هم اللي لازم يجربوا الـ الـ الجهاز في وضعه الجديد عشان اتاكد ان هو فعلا المشكله دي اتحلت لو الاكشوال يوزرز مش هم اللي بيعملوا تيستنج لحاجه زي كده يبقى انا هعرف ازاي ان المشكله دي اتحلت الحاجه اللي بعد كده لازم ان انا ابص على حاجات سبيسيفيك قوي اللي هي الحاجات اليوز ايرور سيناريوز اللي ممكن يتسبب منها مشاكل ممكن تكون كارثيه يعني بيسك لو انا عندي حاجه ممكن هي تتسبب في ان مثلا يحصل ان البيشنت بتاعي ده يبقى عليه مثلا الكتريكال يعني كارنت مثلا ممكن هو يتسبب مثلا يحصل له حاله وفاه اوكي يعني ممكن يتوفى اوكي فلازم اخد في اعتباري الحالات الخطيره دي واعمل لها يعني يعني اجرب كل السيناريوز بقى اللي لها علاقه بيه. اجرب بقى كل الحاجات الممكنه اللي ممكن تتسبب في حاجه ممكن تكون خطيره عشان دي مهمه جدا ولازم لو في عندي حاجه لقيت انها لها بوتنشال انها تسبب لي مشكله زي كده لازم اعمل لها يعني فرزر انفستيجيشن يعني لازم يبقى عندي آه يعني في حاجات اساسيات كده وفي حاجات بقى لا ده انا بخش فيها في تفاصيل فالحاجات اللي بتسبب Uh, catastrophic consequences او حاجات بتسبب مثلا مشاكل كبيره للانجري مثلا للبيشن او حاجه زي كده لازم اخدها في اعتباري بشكل ادق بكتير واجرب فيها حاجات ما كنتش بجربها في حاجات ثانيه. نفس الكلام بالظبط بنقوله uh, we have to include scenarios that cover aspects of use associated with risk emphasized by priority. يعني يعني انا دلوقتي عندي حاجات مثلا بتعمل انجري للبيشن كويس اللي هي بنتكلم عليها هنا. حاجات اللي بتعمل انجري للبيشنت دي حاجه ممكن ان هي تسبب انجري والانجري ده يبقى خطير لدرجه ان هو ممكن يخلي البيشنت يتوفى وفي حاجات ثانيه ممكن تعمل انجري معناها ان هي آه يعني آه يعني ممكن ان هي تعمل مثلا حاجه آه آه تخلي البيشنت يتالم مثلا اوكي في فرق بين انا اخلي البيشن يتالم وفي فرق بين نخلي البيشنت يبقى عنده آه حاله صحيه حرجه ممكن ان هي تؤدي للوفاه اوكي فلازم احط برايورتيز يعني احط الحاجات اللي بقول عليها بتعمل يعني انجري للبيشنت واحطها حسب البرايورتي بتاعتها وابتدي اتكلم عليها باي برايورتي يعني اركز على الحاجات اللي البرايورتي بتاعتها اعلى طبعا وكل ما يعني يعني يبقى طبعا مهتم بيهم كلهم بس الاولانيه خالص الحاجات اللي لها برايورتي عاليه دي لازم ان انا يبقى يعني ميك شور sure انها اتحلت الاول قبل ما اخش الحاجات اللي بعد كده بعض الناس بيقولوا ان المفروض at least 15 or more users uh, يبقوا انفولد في usability testing. اوكي يعني المفروض طبعا يبقوا broadly representative of the population of users يعني uh, جايين من كل انواع المستخدمين اوكي okay? لو انا فرضا الجهاز بتاعي هو نفسه بيستعمل بتكنيشن بيستعمل بطبيب وبيستعمل بممرضه لازم ال 15 دول يتقسموا على الايه يتقسموا على الـ population الثلاثه دول و15 ده طبعا رقم يعني الحقيقه ما هوش يعني ما هوش حاجه كده يعني منزله يعني دي المفروض ان دي حاجه ده الناس بتقول لي يعني حوالي كذا كل ما كان اكتر طبعا كل ما كان احسن كل ما كان اقل لازم ابقى واخد بالي عشان ما يبقاش برضو في حاجات انا مش واخد بالي منها او في حاجات انا يعني العدد قليل اللي انا خدته بتاع اليوزرز ده ممكن يخليني ما اشوفوش الحاجه اللي كنت لسه بتكلم عليها برضو فوق uh, members of the design team should not participate in the evaluations of use المفروض أكشن ديزاين تيم شغلانته ان هو يعمل حاجه اسمها فيريفيكيشن فيريفيكيشن معناها انا دلوقتي بعمل تصميم لحاجه التصميم ده المفروض ان انا اتاكد ان هو بيعمل الفانكشن اللي انا صممته علشانها ده اسمه فيريفيكيشن الفاليديشن بقى هي المرحله الاخرانيه خالص اللي هو اتاكد ان الجهاز ده بيعمل الفانكشن بتاعته الكلينيكال فانكشن بتاعته مظبوط دي المفروض ان مفيش اي حد من الديزاين تيم يبقى مفروض فيها خالص اوكي فدي حاجه مهمه جدا بالاضافه طبعا للجزء دوت ممكن ان احنا نضيف عليه كمان لو احنا عندنا موظفين في نفس الشركه اللي بيعمل فيها اللي بيتعمل فيها الجهاز دوت ممكن يبقى في طبيب موجود في الشركه دي اوكي لو في طبيب بيشتغل في الشركه دي بيشتغل مع مع المهندسين في ديزاين تيم الطبيب ده مش المفروض برضو يشارك في الايفالويشنز ريفيوز لان هو بيتند ان هو يعني يعني ده الجهاز بتاع شركته عايز ان هو يطلع بسرعه فهيبقى عنده بايس ان هو ممكن يخلي الجهاز ده يبقى ايه او يعني الكومنتس بتاعته تبقى مور مور ليس هتبقى بوزيتيف بس مش هتبقى فيها نيجاتيف كومنتس فيعني مش عايزين يبقى في اي بايس خالص من ناحيه الايه من ناحيه التايب اوف يوزرز اللي احنا بنعمل بيهم ايفالويشن ممكن برضو نستعمل بعض الحاجات في الاول خالص بقى زي الايز اوف يوز يعني فيها ريتنج زي الايز اوف يوز والانتويتفنس يعني هل هو سهل الاستعمال وهل هو يعني بالنسبه بالنسبه لليوزرز يعني بيشتغل بطريقه كده طبيعيه مش يعني انتويتف يعني معناها ان هي الواحد دايما بيتوقع الحاجه بيلاقيها Uh, الحقيقه دي بتستعمل في الاول خالص يعني المفروض انها تستعمل في اول في اول بروتوتايب في الجهاز او اول فكره للجهاز خالص هو الفيرست كونسبت ديزاين يعني المفروض يبقى هو فيه الكلام ده uh, بس ما ينفعش ان انا اقول ان انا في الاخر خالص في الفاينل ايفالويشن يبقى الريتنج بتاعي ايز اوف يوز و لازم في عندي حاجات اعقد من كده شويه أو حاجات اكتر من كده مفصله عن كده شويه لان الحاجات دي جنرال زياده اوكي انا ممكن ان انا في الاول خالص اخد الايس اوف يوز دوت والانتويتفنس لكل واحده من الفيتشرز اللي موجوده في الجهاز واشوف الحاجات اللي هي ما هياش يعني محققه سكورز عاليه في الحاجتين دول ونبتدي نعملها انفستيجيشن فيرذر بس ما ينفعش برضو زي ما بقول كده ان احنا يعني نستعمل حاجه فيج كده يبقى هيدى دي الميجر بتاعي في الايه في الـ في الايفالويشن اوف ايه اوف يوز ايرورز عشان نبتدي بقى ن الحاجات بشكل اكتر شويه خلينا نتكلم على معنى كلمه هازرد. هازرد يعني معناها إذا a key concept in risk management defined as a potential source of harm. يعني هو الهازرد يعني هو يعني حاجه ممكن تسبب ضرر. اوكي؟ على سبيل المثال اوكي لو بتكلم حاجه بقى في في الدنيا موجوده في الـ في الـ يعني في مش شرط تكون اجهزه طبيه يعني لما بتكلم مثلا ان انا عندي فرضا يعني عندي مثلا يعني في جهاز معين عندي الكفر بتاعه اللي هو لو عندي جهاز مثلا زي تلفزيون ولا حاجه بيبقى فيه من ورا كفر كده وبيبقى فيه ال 220 داخله جوه الكفر ده اوكي الكفر ده لو انا شلته لو انا مش حاطه بشكل ان هو مقفول بمسامير وصعب ان انا او صعب على اي حد مثلا هو يفتحه الا اذا كان معاه مفك ومتخصص وحاجات زي كده ده يبقى سورس اوف harm سورس اوف harm معناه ايه معناها ان هو هو لوحده كده ما بيسببش مشكله بس هو في وقت من الاوقات ممكن لو حد عمل حاجه غلط ممكن ان هو يبقى سورس اوف harm ممكن يسبب ضرر يعني لو حد فرضا يعني كان مصمم الجهاز بتاعه ان هو الجزء اللي فيه 220 مقفول بشكل كده من غير مسامير وغير حاجه فممكن حد مثلا هو بيجرب او هو مثلا يعني بيشوف ايه الجهاز ده فيه ايه ممكن ان هو يفتح الجزء دوت ممكن مثلا ان هو يعني جيت ان مع جزء كان فيه 220 فيحصل مشكله اوكي هي دي هي هو ده الكونسيبت بتاع الهازارد بالظبط ان هو ضرر بس ضرر ما بيحصلش لا ده سورس اوف سورس اوف هارم يعني لما بتكلم برضو تاني على حاجه تانيه كمثال آه، لو فرضا مثلا في آه، في عندنا مثلا في الارض مثلا في مسمار كويس وفي عربيات ماشيه المسمار ده از هازارد اوكي هو دلوقتي المسمار ده ما اذاش حاجه ما اذاش حد لغايه دلوقتي بس ممكن عربيه تمشي عليه تسبب ان هو ان هي تتسبب ان مثلا العربيه العجله بتاعتها تتخرم مثلا فده يعتبر سورس اوف harm يبقى معنى كده بتكلم عليه ان هو hazard امثله للهارمز اللي ممكن احنا نشوفها في الـ في استعمال الاجهزه الطبيه اول حاجه ممكن يحصل عندنا ديجريديشن اوف كواليتي يعني بمعنى ان انا الجهاز ده يشتغل بطريقه مش البيست بيرفورمانس بتاعها يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان الجهاز ده المفروض يشتغل بالبيرفورمانس معين اشتغل ببيرفورمانس اقل او حصل انجري تو ذا بيشنت او حصل انجري للديفايس يوزر نفسه وممكن نزود عليهم كمان ممكن يحصل دامج مثلا لمكان اللي فيه الجهاز ده نفسه اوكي okay. فدي كلها اسباب او دي كلها انواع للهارم هازرد بقى معناها ان انا بتكلم على سورس اوف حاجه ممكن تعملي الحاجات دي ممكن بقى نديفاين كونسبت تاني اسمه الريسك الريسك اكشوالي از ديفايند از برودكت اوف كوانتيفايد سيفيريتي اوف اند ايدنتيفايد هازرد والبروبيليتي بتاعت الاكيرنس بتاعها اوكي okay. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عرفت ان في عندي هازرد مثلا اتش اوكي اسمه اتش هذا ده ممكن يكون مثلا فرضا المسمار على الارض دوت اوكي فدلوقتي السيفيريتي بتاعته ايه هل لو حطيت مثلا سكيل انا الكلام ده ممكن احط له سكيل زي ما انا عاوز ان انا الريسك دوت ده دا حاجه انا بعملها لنفسي مش بعملها عشان بعد كده اقارنها بمانيفاكتشرز ثانيين لا ده انا بعملها في الديزاين بروسيس بتاعتي انا فممكن اديفاين الاتش دي انها من 1 ل 100 والبي دي من 1 ل 100 برضه اوكي او مثلا نسبه من 100 يعني دي فراكشن ويبقى ماكس بتاعها واحد ودي فراكشن والماكس بتاعها واحد البروبابيلتي بتاعي يخليها كده عشان يبقى نفس الحاجه اللي احنا متعودين عليها في البروبابيلتي العاديه فلو قلت ان اتش دي من 0 ل 1 بتكلم مثلا لو المسمار اللي في الارض دوت السيفيريتي بتاعه الريسك اللي ممكن يحصل منه ايه ان عربيه ممكن تبقى ماشيه بسرعه مثلا والمسمار ده يخش في العجله بتاعتها يبقى معنى كده ان ممكن العجله دي تتخرب وممكن العربيه دي بشكل ما تحصل كراش كويس كراش uh, ده ممكن معناه انه ممكن يحصل فيتاليتي اوكي okay. يعني ممكن يحصل حالات وفاه يبقى معنى كده اقول على الهازر ده ان هو ايه ان هو عالي جدا ممكن اقول عليه ان هو واحد اوكي اديله سكور واحد البي بقى بروبيتي بتاعت حاجه زي كده تحصل قد ايه uh, طبعا لو عندي مسمار في طريق طويل طريق كبير قوي طبعا بيبقى عندي عربيات كتيره ماشيه فممكن البروبيتي مثلا يبقى ممكن نقول 50% يبقى معنى كده الريسك بتاعي عباره عن 0.5 اللي هو البروبيتي دي تايمز واحد يبقى لو انا بتكلم مثلا على حاجه تانية بتكلم مثلا ان انا دلوقتي بدل ما كنت حاطط مسمار مثلا لا ده انا كنت حاطط مثلا في حاجه في الارض مثلا ما هياش يعني ممكن مثلا يبقى حاجه زي اكن في مثلا كومه ورق مثلا موجوده في الارض او في واحد مثلا رمى كيس مثلا في فاكهه مثلا في في وسط الطريق يعني واقع من حاجه اوكي زي ما بنشوف في الطرق بتاعتنا يعني فالكيس اللي موجود في وسط الطريق دوت ممكن يبقى برضو لو بصيت على السيفيريتي بتاعته هو اكشوال مش هيسبب اي ضرر لاي حد لو حتى عربيه خبطت فيه مش هيحصل حاجه لان هي هيدوس عليه وخلاص يعني هتفعص الحاجه اللي موجوده وخلاص انما بتكلم لو في مثلا في احتمال برضو ان في يوزر او في يعني سائق يعني يشوف الحاجه دي يشوف الحاجه اللي موجوده في الطريق دي يفتكر انها حاجه ممكن هي تاذيه فيعمل في اكشن مثلا ان هو يخلي العربيه تنحرف بسرعه فممكن انها برضو تعمل حادثه فطبعا دي مش مش لايكلي انها تحصل بس برضو ممكن ناخدها في اعتبارنا ساعتها لو احنا عملناها كده يبقى معنى كده ممكن احط اتش دي واحد لانها ممكن يحصل نتيجتها حادثة ممكن يحصل فيها فيتاليتي لان بتكلم على مع السيفيريتي معناها هي توصل لغاية فين يعني اقصى حاجة ممكن توصل لها فين البروبابيلتي بتاعت حاجة زي كده تحصل ما هيش عالية بقى ما هيش 0.5 مثلا ممكن ناخدها مثلا 0.1 او 0.05 لان ما هيش لايكلي انها تبقى كده يعني معظم الناس هياخدوا بالهم ان هي حاجة مش مؤذية فمش هيحصل حاجة فدايما بناخد الريسك دوت بحيث ان احنا نقدر لو عندي سورس اوف هازارد معين او عندي hazard معين اقدر احدد اهميته ايه ممكن استعمل بعد كده بقى الريسك فاكتور دوت هو ده الحاجه اللي اعمل بيها برايورتايزيشن للايه للاكشنز اللي انا هاخدها بالنسبه لايه بالنسبه للمانجمنت بتاعي اخر حاجه في الجزء دوت هو الاكستنت تو ويتش ريسك اوف harm resulting from use error is reduced uh, to acceptable level or eliminated is called use safety اوكي يعني انا دلوقتي لما بتكلم على يو سيفتي معناها ان انا دلوقتي عايز اعرف نسبه ان انا خليت الريسكس الموجوده بتاعت اللي هي ديفايند بار دي خليتها تبقى توصل لاكسبتبل ليفلز او اليمينيتد اصلا خالص اوكي دي معناها ايه معناها دلوقتي بجرب حاجه يعني بحسب الريسك بتاعي في الاول خالص بعرف ان في مشكله وبعد كده بحاول احلها وبعد ما بحاول احلها بشوف الريدكشن بتاعي في ار ده بقى كام؟ يعني مثلا لو انا مثلا فرضا بتكلم على ان انا في عندي جهاز والجهاز دوت مثلا بي يعني زي مثلا ممكن اقول مثلا زي مثلا انكيوبيتور. الانكيوبيتور دوت يعني ممكن يحصل مثلا فيه فيلير للسخان اللي موجود فيه فدرجه الحراره تعلى قوي او للسنسور بتاع الحراره فدرجه الحراره تعلى قوي. اوكي؟ فممكن تاذي البيبي. فدلوقتي لو انا فرضا حطيت بدل ما كان عندي سنسور واحد حطيت اتنين انا كده قللت الـ الـ الريسك ده لان انا عندي عاده ببني الديزاين بتاعي على حاجه اسمها السنجل فولت tolerance يعني مش متوقع ان يحصل لي فيلير لتو سنسورز في نفس الوقت فلو انا عملت دوبليكيشن للسنسنج ميكانيزم بتاع المكنه دي هيقدر يحس على طول ان في عندي فيلير في الـ في, الـ في 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 السنسور بتاعي ويقدر ان هو يمانج الكلام ده بطريقه احسن فانا كده قللت مثلا ان البروبيتي بتاعه الايرور ان هو يحصل يعني نفس الهازرد هو هو موجود بس قللت البروبيتي بتاعته بدل ما كان مثلا ممكن يحصل بنسبه 50% بقت مثلا نسبه 5% 5% دي ممكن تبقى اكسبتبل او مثلا 1% ممكن تبقى اكسبتبل لو انا وصلت ل 1% يبقى انا كده يعني بتكلم ان انا يعني نزلت ان انا فعلا الاكستنت بتاعي ده نزلني فعلا ان انا ابقى عندي يوز سيفتي اوكي فبتكلم على كل حاجه بالشكل ده كده ان انا بشوف ان انا حققت امبروفمنت قد ايه في الريسك بحيث ان انا اوصل acceptable ليفل او ان انا اليمينيت الايه الريسك ده ما يبقاش موجود اصلا الخطوات الاساسيه بقى اللي بناخدها في موضوع الريسك مانجمنت ان احنا بقى ازاي نتعامل مع اليوز ايرور دوت وازاي ان احنا نعمل ديزاين يبقى بيهاندل الريسك اللي جاي من اليوز ايرور دوت بشكل يكون افكتيف فعندنا كذا خطوه كده هتكلم عليهم بسرعه دلوقتي وبعد كده نتكلم عليهم بتفاصيل بعد كده اول حاجه الجهاز بتاعنا لازم نعمل له ديفينيشن هو المفروض يشتغل في ايه انتنتد يوز بتاعه مين المستخدمين بتوعه المفروض يشتغل فين بمنتهى البساطه آه بعد كده نديفاين او ايدنتيفاي ريليتد هازاردز نبتدي بقى نفكر ايه اللي ممكن يحصل ويسبب هازاردز بعد كده نبتدي نعمل استيميشن وبريورتيزيشن للايه نعمل برايورتيز للايه لليوز ايرور آه الريسك اللي موجود ده يعني احسب الريسك بتاعنا ده بيساوي كام ونشوف آه ايه هو الريسكس اللي عندنا ونعمل لها برايورتيز حسب اللي أكتر يعني نشوف اكتر واحده فيها ريسك واللي بعديها واللي بعديها وهكذا بعد كده امبلمنت ريسك كنترولز يعني نشوف ايه الريسكس دي ونبتدي بعد كده نفكر ايه اللي هنعمله علشان نكنترول الريسكس الموجوده دي بعد كده نفاليديت السيفتي بقى بعد كده نشوف السيفتي هل هل الحاجه اللي اتعملت دي حققت فعلا ريدكشن لاكسبتبل ليفل او اليمينيشن للريسك ولا لا لو كان الريسك اكسبتبل او او طبعا يبقى معنى كده خلاص هبتدي بعد كده ايه ادوكيومنت واكمل اوكي لو انا كنت يعني المشكله ان يعني لسه ما فيش يعني في عندي مشكله ان ما يعني الحاجه دي ما اتعملتش يبقى بضطر ان انا ايه لو ما كانش الريسك اكسبتابل بضطر ان انا ارجع تاني امبلمنت ريسك كنترول مختلف واعمل فاليديشن تاني وارجع اتست تاني لغايه لما افضل في اللوب دي كده لغايه لما الريسك بتاعي يبقى اكسبتابل النقطة بقى ان احنا واحنا بنعمل امبلمنتيشن للريسك كنترولز دي دايما بيبقى الناس متخيلة ان احنا عندنا مشكلة واحدة وحليناها وخلاص لا اكشولي لا انت طالما غيرت ديزاين يو هاف تو تيست إفري فروم ذا ستارت يعني تيست كل حاجة تاني في المكنة أو في الجهاز أوكي لأن ممكن يحصل انتروداكشن لنيو ريسكس يعني ممكن يبقى في بعض الحاجات اللي ما كانتش موجودة في الجهاز الأولاني بقت موجودة في الجهاز التاني فونس ان بقت موجودة يبقى لازم نتشيك عليها فاحنا بنتشك مع الريسك اكسبتبل ولا لا الريسك بتاع الحاجه الاساسيه اللي انا كنت يعني شايفها ان هي فيها خطوره لا بشوف هل في حاجات تانية فيها خطوره بات introduced لو كان ايوه يبقى معنى كده لازم نرجع هنا ونرجع تاني نشوف اذا كان في حاجه ممكن نعملها عشان نعمل, نعمل ريسك كنترول ليها وافضل برضو في اللوب دي لغايه لما في الاخر ما يبقاش في عندي نيو ريسكس او risks بتاعتي acceptable ساعتها ابتدي بقى دوكيمنت انا عملت ايه بالظبط واجهز الايه الجهاز بتاعي دوت ان هو يبتدي يشتغل في الايه في الـ في الـ في الماركت اوكي بعد الماركت بقى بن ان unanticipated risks يعني طبعا في بعض الناس متخيله ان احنا خلاص احنا عملنا تيستنج يبقى معنى كده الجهاز هيفضل شغال سيفلي في الانفايرمنت بتاعت الكلينيك او في المستشفيات كويس لا الحقيقه فيه في بعض الاحيان بيطلع مشاكل في الاكشوال يوز بتبقى فعلا ما حدش تخيلها خالص ولا عدت على الناس اللي هم كانوا بيعملوا ديزاين وعلى على المانوفاكتشر وهم بيعملوا كل الخطوات اللي فاتت دي كلها فلازم يبقى في حاجه اسمها بوست ماركت ايفالويشن اي حاجه اي انسيدنت تحصل يعني انفولفنج المكنه دي لازم تبقى ريبورتد ولازم تبقى انفستيجيتد علشان ايه نميك شور ان ما منها اي حاجه يعني لو كان في حاجه نقدر ان احنا نحسنها في المكنه بحيث ما يحصلش المشكله دي تاني نعملها ولو كان في حاجه شكلها ان فيها ديزاين فلو او في حته في الديزاين فيها مشكله لازم تتحل علشان الجهاز ده يبقى سيف نبتدي بقى نتكلم على كل واحده من الايتيمز دي كل واحده على حده أول حاجة الانتندد use هو ده عبارة عن ديسكريبشن للديفايسز انتندد use ان terms of its clinical application يعني هو بيستعمل عشان يعالج إيه أو يعني يشخص إيه أو يطلع إيه لو يطلع صورة بيطلع صورة شكلها عامل إزاي في أنهي مود الكلام ده كله. والحقيقة بنتكلم برضو على ممكن إن احنا ديسكرايب potential future uses أوكي يعني بمعنى إن احنا بنتكلم على إن احنا الجهاز ده مثلا ممكن إن هو يبقى شيفتد مثلا من المستشفى للبيت يبقى لازم نتكلم برضو إن هو هل ممكن ان هو يروح البيت ولا لا يعني يعني ممكن مثلا اقول ان هو ممكن يستعمل عشان يقيس مثلا السكر كويس في المستشفيات او في البيت ده يبقى الانتندد يوز بتاعه اوكي او الاوبريتنج كونديشن زي مثلا ممكن اقول ان الجهاز ده ممكن هو يستعمل بشكل ثابت موجود في المستشفى بشكل ثابت او ممكن يتحط مثلا في ambulatory فيكل مثلا اللي هي الحاجات اللي هي عربيه اسعاف او موبايل معناه ان احنا ممكن من مكان لمكان جوه المستشفى ممكن ننقله يعني ممكن يتحط في مثلا امرجنسي وورد مثلا يبقى محطوط في مكان وقت ما يكون في احتياج ليه نجيبه بسرعه كده بشكل سريع يبقى محطوط على يبقى هو نفسه ممكن يتحرك اوكي بحيث ان احنا ايه بحيث ان احنا نستعمله طبعا الديسكريبشن بوتنشال future uses دي مش دايماً بيبقى ممكن أوكي؟ فده بنتكلم عليه بس كده إيه وين possible ما هواش حاجة دايماً بتبقى موجودة هدي أه مثال للintended use لو بتكلم على hemodialysis يبقى الintended use بتاعها is the removal of excess unwanted metabolites and water from the body اوكي بمنتهى البساطه احنا بنقول بالظبط الجهاز ده في الاخر خالص بيعمل ايه مش عايز بقى اتكلم على ان ده في مود اسمه كذا وفي زرار اسمه كذا وفي لا انا بتكلم على من الاخر كده هو ده بيعمل كذا بيعمل الفانكشن الاساسيه بتاعته ان هو بيعمل كذا لما بتكلم على اليوزر بقى لازم اديسكرايب يعني ودوكيومنت طبعا السكيلز والفيزيكال والبرسبشوال والكوجنيتيف ابيليتيز بتاعه individuals اللي بتستعمل المفروض تستعمل المكنه دي يعني بمعنى ما ينفعش مثلا ان انا يبقى عندي في جهاز والجهاز ده محتاج مثلا ان هو يبقى اللي بيستعمله مبصر مثلا وما اكتبش الكلام ده اوكي او مثلا لو هو في جهاز معتمد ان حد هيسمع حاجه من الجهاز ده يسمع الارم كويس وما اكتبش الكلام ده اوكي او مثلا في جهاز معتمد على ان اليوزر يقدر ان هو يشيل حاجه شكلها ان ما هي ماهياش خفيفه ويستعملها اوكي ده برضو ما ينفعش ان انا يعني ما اكتبوش يعني الحاجات دي كلها اساسيات علشان ابقى محدد بالظبط البروفايل بتاع الشخص المفروض يستعمل الجهاز دوت الحقيقه لو عندنا في بعض الحاجات اللي ممكن لو في عندنا any special circumstances ممكن تاثر في استعمال الجهاز دوت آه ده برضو لازم يذكر لازم يبقى برضو مكتوب بشكل واضح يعني لو في عندنا آه مثلا سبيشال تريننج مثلا مطلوب اوكي وسبيشال تريننج و... ده المفروض يوصل لليفل كذا فيه مثلا لا ده لازم يبقى مكتوب بوضوح يعني والا يبقى كده احنا ممكن نعمل مشكله ان ممكن يوزر ما هواش مؤهل ما خدش السبيشال تريننج ده يستعمل الجهاز ويعتقد ان هو كده اوكي طبعا احنا بنمبلوي اليوزر بروفايلز اللي احنا بنتكلم عليها دي في ديزاين بروسس لإن احنا وانس إن احنا عملنا الديفينيشن ده احنا كده يعني نقدر إن احنا ناخد بقى الكلام ده ونبتدي نبني على أساسه اليوزر انترفيس يبقى مناسب لمين؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا كنت بتكلم على الفاريابيلتي بتاعت ال ال أو الإندفيدوال يوزرز، لو بتكلم مثلا إن أنا هتكلم على طبيب والطبيب دوت ممكن يبقى مثلا لسه متخرج يعني لسه ما عملش امتياز حتى وطبيب تاني بقاله مثلا 20 سنه بيشتغل كويس وخد تريننج وعنده اكسبيرنس وحاجات زي كده لو انا ببني جهاز عشان واحد ما يعرفش الجهاز بيشتغل ازاي غير لما ببني جهاز لواحد لو بيعرف بالظبط الجهاز بيشتغل ازاي وعايز يشغله بشكل افكتيف علشان يقدر يقوم بيه بحاجه تبقى ايه فيري هاي ليفل فدي حاجة مهمة جدا لما أكون أنا عامل جهاز عشان حد بالشكل ده عنده إكسبيرينس وعنده آآ يعني آآ برضو يعني مهارة في الجهاز دوت واشتغل عليه كتير غير لما بتكلم على حد مبتدئ فطبعا البروفايل ده بيهمني جدا وأنا بعمل يوزر انترفيس. بنسبورت الانتيكال بروسيس for identifying potential user-related hazards by anticipating situations in which the device users could have difficulties. يعني بشوف أنا اليوزر ده وهو بيستعمل الجهاز إيه اللي ممكن يحصل له. ونحاول ان احنا يعني دي كلها حاجات طبعا بتبقى ايه ملهاش قواعد ما اقول ان لها قاعده وان انا هعمل كذا عشان اعرف انتسيبيت انتسيبيت يعني بيسك إن احنا متوقع فالتوقعات دي احنا بنحاول فيها بنحط ايفورت عشان نحاول نتخيل السيتويشنز اللي ممكن يتحط فيها الدكتور دوت علشان نحاول ان احنا نساعده ان هو يقدر يبرفورم كويس في السيتويشنز دي يعني مثلا ممكن احنا نتخيل ان مثلا اليوزر بتاع مثلا جهاز مونيتور اوكي ممكن اتخيل اليوزر بتاعه ممكن يكون في عربيه اسعاف وفي دوشه حواليه فممكن ان احنا يبقى عندنا القدره في في اليوزر انترفيس ان احنا نعلي الفوليوم بحيث ان هو يبقى حتى وهو موجود في الانفايرمنت دي يقدر ان هو يحس بالالارم وممكن برضو ان احنا نحط مثلا فيجوال الارم يبقى موجود معاه علشان يقدر يعمل الكلام ده برضو المكن بتاعنا هي مدارس الحقيقه في بعض المكن مكان كتير الحقيقه بيبقى في حاجه زي نور كده عامل زي النور بتاع البوليس كده اللي هو بيبقى حاجه زي يعني بيبقى نور عالي جدا وبرده له بيفلاش كده وبكذا لون اوكي ده بيبقى محطوط كده في حاجه عاليه بحيث ان هو يبقى متشاف من بعيد ده بيبقى مهم جدا لان لو في عندي وورد بتاع هي مدارس بيبقى فيه عيانين كتير ممكن يبقى فيه تلفزيون شغال ممكن يبقى فيه العيانين بيتكلموا مع بعض او فيه ناس من المرافقين ليهم برضه بيتكلموا فدلوقتي لو في حد المفروض ان هو بيشرف على الوورد دوت لازم ياخد باله لو حصل اي مشكله على طول فورا فممكن الاوديبل الارم ما يبقاش مسموع يبقى الفيجوال الارم ده لما يكون بالوضوح ده هياخد باله منه على طول حتى لو كان فين لما بتكلم برضو على اليوزر انترفيس لازم نعمل له ديفلوبمنت عشان لل لليوزر ابيليتيز احنا دلوقتي حاطين بروفايل يبقى احنا بن بنديفلوب اليوزر انترفيس بناء على البروفايل دوت وبيسكلي بن جايد السلكشن اوف ريبريزنتيف او كريتيكال يوزرز فور يوزابيليتي تيستينج يعني انا دلوقتي لما اجي اختار اليوزرز اللي انا هستعملهم في الاختبار لاستعمال الجهاز آه, ما اخدش اي حد بقى اخد حد بيماتش البروفايل اللي انا باني عليه اساسا الجهاز اوكي okay؟ فلازم فل ال احنا نجايد السلكشن بتاع الريبريزنتيفز ريبريزنتيف يوزرز في الايه في اليوزابيلتي تيستينج uh, بالنسبه لليوزر انفايرمنت بقى او يوزر انفايرمنت uh, لازم ان احنا نحدد الكاركترستكس بتاعتها هي عباره عن ايه يعني هل احنا بنتكلم على مثلا او ار اللي هي اوبريتنج روم ولا هوستل باد يعني اوضه عاديه ولا بيبقى في البيت ولا في عربيه اسعاف ولا ايه بالظبط الكلام ده بيأثر جامد جدا 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 على طريقة استعمال الجهاز. وبنتكلم برضو على إن بعض الأحيان بيبقى يعني ممكن يبقى في عندنا حاجة بنقول عليها دايناميك أمبيانت كونديشنز، يعني ممكن في نفس اليوم هو هو لو أنا فرضا عندي مونيتور مثلا ومحطوط في أوضة بتاعة مريض، ممكن مثلا الشمس اللي جاية من الشباك مثلا في أول اليوم تبقى مثلا بعيدة عن المونيتور، بس ممكن في أثناء اليوم الشمس دي تيجي وتبقى على شاشة المونيتور أو قريبة من شاشة المونيتور بحيث إن أنا ما أقدرش أبقى شايف الشاشة دي بشكل واضح، فدي لازم اخدها في اعتباري عشان احط الكونتراست بتاعي على الشاشه بحيث ان هو اقدر ان انا في كل وقت من اوقات النهار ان انا اقدر ان انا اشوف الحاجه اللي على الجهاز ده ما يبقاش عندي فيها مشكله وطبعا الكلام ده كله طبعا بنتكلم على يعني ان نفس الدكتور بيشتغل على نفس الجهاز في اثناء اوقات مختلفه من النهار لو في اول النهار وهو لسه فريش في نص النهار لما يبقى يعني ابتدى يبقى يعني مجهوده يقل شويه واخر النهار خالص لما يبقى فاتيك بقى وسترسد يعني كل واحده من الاوقات دي برضو بيبقى فيه يعني فاريشن في البرفورمانس مع مع الجهاز فلازم ابقى برده احاول ان انا الاحظ حاجه زي كده وان انا اسهل عموما الورك فلو في الـ في في المكنه بتاعتي او في الجهاز بتاعي بحيث ان هو حتى لو هو ستريسد ما يبقاش عنده ما يبقاش حاسس ان تشغيل الجهاز يبقى فيه إفورد يبقى عارف ان تشغيل الجهاز ده حاجه بسيطه وما يبقاش فيه مشكله ودايما الحقيقه لازم نكونسيدر worst كيس يوز انفايرمنت يعني نحاول ان احنا دايما نفتكر حاجه يبقى مثلا فيها دوشه عاليه يبقى فيها نور زياده يبقى فيها مثلا ان في مثلا فايبريشنز حاجات بالشكل ده كده ان في بعض الاجهزه مثلا ممكن انها تتنقل مثلا في طياره هليكوبتر مثلا اوكي فدي بتعمل بتعمل فايبريشنز جامده جدا فلازم يبقى احنا مصممين جهازنا بتاعنا على اسوأ الحالات علشان بعد كده لما يتحط في اي يعني انفايرمنت يقدر ان هو يشتغل طيب الخطوه اللي بعد كده بقى في الـ في في الفلو تشارت احنا شفناها ان احنا هاو تو ايدنتيفاي ذا يوز ريليتد هازاردز الحقيقه في عندنا كذا طريقه ممكن نعمل بيها الكلام ده يمكن من اهم الطرق دي ان احنا نعمل اناليسيز اوف بريديسيسور اند سيميلر ديفايسز يعني نشوف بيسكلي لو فرضنا الجهاز ده كان تطوير لجهاز سابق نبص كويس قوي على الجهاز السابق ده ايه الشكاوى اللي كانت بتيجي منه يعني بص نشوف الكاستمر كومبلينز او الكاستمر اكسبيرينس داتا او الفيدباك اللي جاي من سيرفيز مثلا بتاعه بتاعه الكاستمرز و مثلا على adverse event report يعني لو adverse event ده اللي هو بيبقى post market يعني بتكلم على ان انا الجهاز ده في الوضع ده في المستشفي دي حصل منه مشكلة الفلانية و نتيجتها او بسببها اضرار كذا 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 الحاجات دي مهمه جدا جدا دي ممكن ابص عليها اكشوال الحاجه بتاعتي الجهاز بتاعي بتاع الشركه بتاعتي والاجهزه الثانيه كمان يعني الاقي في بعض السايت زي الاف دي اي سايت مثلا ممكن احنا يبقى في عندنا مجموعه من الادفيرس ايفنت ريبورتس بتاع كل الاجهزه الطبيه اللي موجوده في امريكا مثلا من فتره طويله ممكن نبص عليها برضه عشان نبقى عارفين نبقى عارفين نوعيه الاجهزه دي بتتعرض لمشاكل شكلها عامل ازاي ممكن نبص على الكلام ده برضو في published articles articles، دي ممكن تكون في journals ممكن تكون في actually في جرايد عادية خالص يعني حادثة حصلت في جورنان وممكن الناس تبقى عارفة عنها أو ممكن تبقى موجودة في scientific articles أو ممكن تبقى موجودة في يعني في حاجة زي مثلا reports مثلا اتنشرت أو كتب اتنشرت يعني أي حاجة لها علاقة ب بابليكيشن وفيها معلومة related ل ريليتد related problems ممكن برضه نلاقي ان احنا عندنا بعض الحاجات بعض الاماكن بيبقى فيها كومبايليشن للبروبلمز اللي حصلت في بعض المكن زي ما كنت بقول ويعني منهم اللي هو السايت بتاع السي دي بتاع الاجهزه بتاعه الراديولوجي والحقيقه بتبقى فيها يعني فعلا extensive reporting للمشاكل اللي حصلت ديت والحقيقه بتبقى مفيده جدا عشان الواحد يتخيل على الاقل ايه نوعيه المشاكل اللي هو قصادها في في نوعيه ثانيه من الطرق عشان اقدر احدد بيها الهازرز اللي عندي انا لغايه دلوقتي بتكلم عن ان انا ايدنتيفاي بس ايه الهازرز الموجود انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش بتاعته كام ولا هعمل بيه ايه الحاجه اللي ممكن انا استعملها في الموضوع ده ان احنا نبص على الديفايس يوز تاسكس ونعملها اناليسز نبتدي نشوف كده ايدنتيفاي هاي ليفل سيت اوف يوزر ديفايس انتراكشن فانكشنز حاجات اللي هي تبقى مستعمله كتير وفعلا بنتكلم على اللي هي ايه يعني اللي هي مثلا ممكن اقول عليها توب منيو يعني توب ليفل منيو وبتكلم على ان انا ايدنتيفاي تاسكس اللي مربوطه بالهاي ليفل فانكشنز دي وايدنتيفاي انتر اكشن ستابس دي وايدنتيفاي يوزر ريكويرمنتس وايدنتيفاي بوتنشال فيليرز فور اتش يوزر ريكويرمنت يعني نشوف كل واحده فيهم بتحتاج ايه بالظبط وممكن ايه الخطا اللي يحصل فيها ونبتدي بقى نحط بقى ال potential use errors يعني مثلا وإحنا عندنا user interface بيبقى عندنا مثلا اختيارات معينه ممكن احنا نبتدي نفكر يعني ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها بالمكنه دي او بالجهاز دوت واشوف بعملها ازاي وبعد كده ابتدي اشوف الخطوات اللي اليوزر بيعملها واتخيل بعد كده او مش اتخيل افكر ايه الحاجات اللي ممكن تحصل ويبقى فيها خطا في الخطوات دي وبعد كده منها بقى ابتدي احدد الايه الهازرز ممكن تحصل منها طبعا يعني في طبعا من الحاجات الطبيعيه جدا ان احنا نابلاي البيست براكتس فور يوزر انترفيس ديزاين لازم في اساسيات كده ممكن نتكلم عليها برضو لليوزر انترفيس ديزاين دي حاجات مهمه في حاجات متعارف عليها يعني في اليوزر انترفيس ديزاين لازم احنا ناخدها في اعتبارنا ولازم ان احنا نكونسيدر الورك لود بتاع اليوزر لان احنا لو احنا بنتكلم على ان الطبيب بتاعنا ده قاعد مثلا 12 ساعه بيشتغل يبقى اكيد اخر 12 ساعه دي قدرته على ان هو يهاندل كومبليكيتد انتر اكشن مع ديفايس ما بتبقاش زي ما كان في الاول خالص اوكي يعني نتكلم على التاسك لود بتاعنا اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل حاجه معينه الديماند بتاعه والتايم بريشر برضو اللي هو هو محتاج وقت قد ايه علشان يعمل او عليه كونسترينت في الوقت بطريقه قد ايه علشان يخلص الحاجه دي بوقت سريع. طيب دلوقتي بعد ما احنا عملنا ايدنتيفيكيشن للهازرز المفروض بقى ان احنا نبتدي نبص على نشوف الريسك نفسه بيساوي كام. الريسك ده محتاج ان احنا نبص على الهازرز الموجوده نبص على البروبابيلتي بتاعت كل واحد فيهم عامله ازاي. وبعد كده نبتدي بعد كده نحدد الريسك ده قيمته كام عشان بعد كده اعمل له برايورتيز احط بقى الريسك الاهم في الاول وابتدي احاول اعالجها في الاول وهكذا فبيبقى في عندنا حاجه اسمها ريسك اناليسس ابروتشز زي حاجه اسمها فيميا او فيلير مود افكتس اناليسس او فول تري اناليسس اف تي اي وطبعا اليوزابيلتي تيستينج طبعا مفيش كلام طبعا الاثنين دول دول اناليتيكال ابروتشز واليوزابيلتي تيستينج ده اكسبيريمينتال ابروتش يعني ممكن نفس الحاجه دي ان انا اعمل استيميشن و Prioritization للريسك عن طريق ان انا انالايز البروبلم يعني وانا قاعد في المكتب او ان انا انزل بقى للماركت او انزل للاماكن اللي فيها يوزرز واعمل ستادي بقى تبقى اطلع منها ستاتستكس واعرف ايه اللي بيحصل بالظبط طبعا احنا بنتكلم على ان احسن حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل اتنين أكشن. يعمل يعني حاجه تبقى ريليتد يعني ابقى اكون عملت اناليسيس كويس قوي وفي الاخر اعمل برضو يوزابيلتي ستادي او يوزابيلتي تيستنج عشان اتاكد ان الكلام بتاعي ده كان مظبوط طبعا احنا بنتكلم على في بعض الاحيان مش بنتكلم على الديفايس كلها ممكن نتكلم اكشن على كومبوننت في الديفايس اوكي ودي بتحصل طبعا اهم حاجه ان احنا ما نتاكدش ان احنا يعني الحاجات اللي ممكن نعمل فيها اخطاء يعني وش نوت ليميت البريورتيزيشن دوت للسمبل اور اوبفيوس يوز ريليتد هازاردز يعني لازم ننكلود كل الايه كل الحاجات اللي احنا ايه لازم ان احنا نعملها كل الحاجات اللي بكل اليوزر ريتد هازارد لازم تبقى ايه برايورتيزد وفي الوقت نفسه بن افويد اندر استيميتنج ذا ريسك اوف لو يعني احنا مثلا في بعض الاحيان لو في عندي ريسك uh, اللي هو الاتش بتاعنا بيساوي واحد اوكي لو هو في تي حاجه ممكن ينتج نتيجتها دث اوكي وكان بيحصل بنسبه واحد في الالف يعني واحد بوينت يبقى معنى كده لما اضرب الاثنين في بعض هيبقى الكلام ده بوينت لو انا عندي حاجه ثانيه الريسك uh, ال بتاعها مثلا او الهازر بتاعها مثلا 0.1 اوكي وبتحصل مثلا عشرة في 10% من الوقت يبقى معنى كده دي 0.01 اوكي 0.01 دي هتبقى اكبر من 0.001 اوكي فمعنى كده ان الحاجه اللي الريسك بتاعها قليل او الهازر بتاعها قليل يعني ممكن انها مثلا تخلي المريض يتالم شويه صغيرين اوكي ما ينفعش ان انا اخليها تبقى اهم من حاجه فيها الهازرد يوصل ان ممكن يحصل فيتاليتي يحصل مشكله ان محسن يحصل وفاه مثلا في حاله من الحالات حتى لو كان الحاله دي بتحصل واحد في الالف حتى لو بتحصل واحد في المليون لازم الحالات اللي ممكن ينتج نتيجتها يعني خطر على حياه المريض لازم تتعالج قبل اي حاجه تانية فمعنى كده ان واحده من بيت فولز بتاعه الريسك استيميشن هو ان احنا ممكن نعمل اندر استيميشن للريسك لما يكون عندنا لو frequency ايفنت لو frequency ايفنت يعني البروبابيلتي بتاعتنا قليله زي ما كنا بنقول عندنا الار R بتساوي اتش في P، لو البي P صغيرة في اللو فريكونسي ايفنت هنلاقي إن الريسك نفسه بيصغر، بس لازم نبص دايماً على الاتش، عشان كل ما الاتش كانت كبيرة ما أقدرش إن أنا إجنور الخطر ده، طالما إن هو مش يعني ممكن يحصل ببروبيتي ما هيش زيرو. الطريقتين أساسيتين جداً اللي هما Analytical methods اللي أنا بعمل بيهم Estimation للريسك. هما حاجه اسمها الفيلير مود انا زي ما كنت بقول وفي الفول تري واحده فيهم اللي هي الفيميا بتبقى حاجه اسمها بوتوم اب ابروتش اللي بيحصل فيها ان انا باجي انا ومجموعه من المهندسين ومجموعه من الاطباء ومجموعه من الفنيين ومجموعه من الناس اللي هم ليهم ديفرنت باك ليهم علاقة بالجهاز ده بيستعملوه قبل كده أو اشتركوا في تصميمه أو ليهم علاقة بيه بشكل ما من الناحية الهندسية من ناحية السيرفيس من ناحية المينتنس من ناحية الأوبريشن من ناحية اللي هو كلينيكال يوز الحاجات دي كلها تبقى السبيشاليتيز دي كلها تكون موجودة في الأوضة أوكي في المكان اللي هنتكلم فيه ونعمل برين ستورمينج برين ستورمينج يعني كل واحد بيبتدي يفكر كده في أفكار يفكر في سيناريوز ممكن منها يحصل هازارد اوكي؟ بنبتدي من تحت، نبتدي من ان انا دلوقتي الـ الـ من اول خالص الفانكشناليتيز الاساسيه خالص او الاجزاء المختلفه في الجهاز اللي ممكن يحصل نتيجه للفيلير بتاعها. اوكي؟ ونبتدي نطلع بعد كده نبيلد اب لغايه فوق خالص لغايه لما نوصل لغايه الايه؟ اقصى حاجه ممكن توصل تبقى ايه؟ اوكي؟ وكل واحده فيهم بنقول انها تقريبا بتبقى كذا. اوكي؟ يعني بيبقى فيه يعني الناس بتتناقش تقول دي ممكن تحصل بنسبة كذا وممكن تحصل يعني كل م... يعني نشوف مثلا لو في عندي كومبونت معين بتفيل مثلا يعني والكومبونت فيلير ده ممكن ان هو يسبب لل... في, ال... في اليوزر يعني ان هو يعمل حاجة خطأ مثلا فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا ببتدي مثلا اشوف ال... اذا كان لها ارقام محددة بالنسبة للفيلير ريت باخدها في اعتباري انما لو ما كانش المجموعه اللي قاعده اللي بتعمل برين ستورمنج دي بتبتدي تحاول تاستميت كده البروبليتي الـ دي تكون بتساوي كام اللي هي الفريكونسي بتاع الهازر ده بتساوي كام. العكس بقى بيحصل في الفول تري analysis ان انا بتكلم على توب ليفل hazards first وبنسميها حاجه اسمها توب داون ابروتش. يعني بمعنى مثلا انا بتكلم على آآ آآ دلوقتي حاجه ممكن تعمل لي فيتاليتي يعني حاجه ممكن تعمل فيتال كونسيكونس لاستعمال الجهاز يعني ممكن يحدث نتيجتها خطر على حياه المريض ببتدي من ان انا بقول دلوقتي في خطر على حياه المريض ان هو ممكن يتكهرب مثلا كويس نشوف بقى ايه كل الحاجات اللي في المكنه اللي ممكن تعمل كهرباء نبتدي بقى ننزل تحت كده بتري يعني نعمل comprehensive فول تري كده بحيث ان نشوف كل الحاجات اللي ممكن تعمل الخطر الاولاني يعني اللي هو التوب ليفل هازارد اللي المفروض بتكلم عليه دوت وبنزل منها بقى اجيب كل الحاجات اللي تحت دي المفروض تبقى فيها ايه بالظبط اوكي فهي واحده فيهم بتبني ال 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 الاستيميشن والبرايورتيز بتاعه الريسكس الموجوده من تحت خالص من components ممكن تعمل ايه والتانية بتعمل الخطر ده ممكن يجي منين اوكي فطبعا دول تو ديفرنت دو ابروتشز وطبعا ممكن الناس تعمل دي او دي وطبعا زي ما بقول هما الاثنين برضو مهما كانوا ما يغنوش عن اليوزابيليتي تيستينج ان انا اليوزابيليتي Testing دي بتطلع لي حاجات ممكن ما اشوفهاش قبل ما اشوفهاش في في مرحله اللي هي الاناليسيس اوكي وفي حاجات كمان اكشوالي لو انا عملت يوزابيليتي تيستينج طبعا عمرها ما هتكون يعني هساعد مثلا مليون يوزر مثلا لا ده انا هستعمل مثلا عدد محدود فديفنتلي في حاجات في البوست ماركت بيطلع لنا منها نتائج او بيطلع لنا منها معلومات ممكن ان هي كمان تحسن لنا الاستيميشن والبريوريتيزيشن بتاع الريسك اللي موجود عندنا في الايه في في الجهاز بتاعنا فزي ما كنت بقول الجزء بتاع اليوزابيلتي تيستنج ده ده طبعا اهم حاجه ان احنا نحدد ايه اللي ممكن نعمله بالظبط يعني الاختبار نفسه هو عباره عن ايه لان انا ممكن اجيب الجهاز لحد واقول له جربه كده وما بقاش محدد له اي حاجه فبالمنظر ده ممكن هو يعتقد ان الجهاز سهل بس اكشوالي ما هو يعني فعليا هيبقى جهاز برضه نفس المشاكل موجوده فيه لازم اقول مثلا الدكتور تعالى اعمل بالجهاز ده الفانكشن فلانية اوكي حاجه محدده من الحاجات اللي هو بتطلب منه في الـ في في يوز كويس ونشوف هيعملها بشكل إفكتيف ولا لا ونطلبها منه كذا مره عشان نتاكد ان هو يعني هل هي سهله بالنسبه له ولا مش سهله أه نتكلم على ان احنا أه أه يعني أه الحاجات اللي لها انتسيبيتد ريسك ليفل نبتدي نشوف هو اليوزر في الحاجات اللي هي ممكن يبقى لها ريسك هو بيعمل فيها ايه بالظبط نبتدي نلاحظ في اليوزر دي الان انتسيبيتد ايرورز يعني هو دلوقتي هو بيشتغل ايه الاخطاء اللي بتنشا وما تكونش اكسبكتد يعني هو ممكن يغلط فيه وهو بيشتغل ممكن نتكلم على السبجكتيف اسسمنت برضو ان احنا نتكلم على هو نفسه شايف ايه اللي في الجهاز ممكن يبقى فيه مشكله الحاجه الاحساسه هو الشخصي سبجكتيف ايفالويشن يعني بتاع اليوزر انترفيس نفسه عامل ازاي طبعا بتعتمد على الاكستنت اوف تيستينج افورت زي ما كنت بقول اليوزابيلتي تيستينج دي لو انا عملتها ب 15 دكتور زي ما كنت بقول او 15 انديفيديوال غير لما اعملها ب 150 فطبعا دي بتعتمد نتيجه منها على انا يعني وصلت لغايه كام دكتور او كام participant في الايه؟ في التستنج دوت. Uh, appropriate test participants دي مهمه جدا ان انا اكون عندي المجموعه اللي بتعمل تستنج دي تبقى diverse وتبقى بتعبر لي عن actual ديستريبيوشن اوف يوزرز اللي بعد كده هيبقوا موجودين في الايه؟ في الـ في الاكشول كلينيك او الاكشول hospital طبعا يستحسن نعمل تريننج قبل التستنج علشان ما يبقاش الطبيب او اليوزر اللي انا بخليه يشتغل على المكنه دي يبقى في حاجات هو واقف فيها نتيجه ان هو بيسكلي متلخبط في المكنه يعني مش عارف هي بتشتغل ازاي لازم اديله تريننج مش بطال زي ما هدي تريننج بالظبط للناس الثانيه اللي هتشتغل في جهاز ده في المستشفى وبعد كده اخليه يعمل التستنج عشان يبقى ايه يبقى على الاقل عارف ان الجهاز ده المفروض يشتغل ازاي ويجرب هو لما بيشغله هو بقى يبقى عارف هو بيشتغل ازاي وممكن يعني يعني يبقى الخطا في في استعمال الجهاز ما يبقاش نتيجه للجهل بعد بطريقه استعماله طبعا احنا المفروض ان احنا برضو يبقى في عندنا ناس من ديزاين انجينيرز يبقوا مع الناس اللي هم الاطباء او الاستاف اللي هو كلينيكال ستاف اللي هو بيجرب المكن بحيث لو في حاجه معينه في الاستعمال هو مش عارفها او ما هواش فاهم بتتعمل ازاي ممكن ان هي تبقى برضو اكنها تريننج اون سايت يعني يقدر يفهمها وبتتعمل ازاي وطبعا هو بعد ما بيتعلمها هو بيعملها بنفسه فهيقدر برضو يدينا برضو المعلومه اللي احنا عاوزينها طبعا السامبل سايز زي ما كنت بقول يعني مش احسن برضو يبقى عندنا عدد اليوزرز او عدد participants في اليوزابيلتي تيست ما يبقاش قليل طيب بعد ما احنا دلوقتي عملنا الخطوات بتاعه ان احنا حددنا الجهاز بتاعنا ايه بالظبط مين اللي يستعمله الانفايرمنت اللي المفروض يكون فيها ايه وعرفنا بعد كده ان احنا نبتدي نتكلم على ايه انواع الهازرز نبتدي نديفاين الهازرز نبتدي بعد كده ان احنا نحط يعني استيميشن للريسك اللي جاي من هازرز دي ونحط لها برايورتيز دلوقتي عايزين نبتدي بقى ناخد الحاجات اللي هي اعلى بريورتي نبتدي نعملها risk control. يعني نعمل لها ريسك كنترول يعني نبتدي نعمل ديزاين تشينجز علشان او نعمل شويه تغييرات عموما بلاش ديزاين تشينجز عشان دي حاله خاصه علشان في الاخر نميتيجيت الريسك اللي موجود دوت فاهم حاجه او اكتر حاجه يعني مفضله في الموضوع ده الموست بريفيرد علشان نحسن او عشان نميتيجيت الريسك الموجود دوت نحاول ان احنا نخليه يبقى اقل ما يمكن ان احنا نعمل ديزاين موديفيكيشن يعني نغير في الديزاين عشان يبقى الريسك ده يبقى اقل يعني معنى ان انا مثلا فرضا انا دلوقتي عندي الجهاز بتاعي خايف ان يحصل منه شوك لل يعني الكتريكال شوك للبيشنت مثلا اوكي يبقى معنى كده اغير الديزاين بتاعي اعمل ايزوليشن اوكي اعمل الكتريكال ايزوليشن الكتريكال ايزوليشن للشاسيه مثلا الشيسز بتاع الجهاز بتاعي وللحاجات اللي هتبقى ان كونتاكت مع المريض هتعمل لي الـ 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 يعني اليمينيشن كومبليت اليمينيشن للهازر دوت فمعنى كده ده ديزاين موديفيكيشن شال الهازر ده ده ايديال ده حاجه ممتازه جدا او ممكن نعمل حاجه بنسميها سيف جاردز سيف جاردز دي معناها مثلا لو فرضا آه ان انا دلوقتي الجهاز ده لما اعلي الباور بتاعته ممكن انها تاذي المريض يبقى معنى كده ما اخليش ان الجهاز ده يقدر ان هو يعمل الكلام ده ما يقدرش ان هو يعلى بالباور زياده اوكي مثلا يعني يبقى في عندي ليميتس كده للحاجه اللي اقدر اعملها بالجهاز ده بحيث انها ما تاذيش المريض دي موجوده مثلا في حاجه زي مكن كان ار مثلا بيبقى في حاجه اسمها سار اللي هو سبيسيفيك ابزوربشن ريت اللي هو بيحدد لنا كميه الهيت ديبوزيشن او كميه الار اف ديبوزيشن اللي محطوطه في العيان دي بتعمل هيت جوه العيان وممكن انها تعمل ايه هايبر لبعض الاجزاء ممكن تعمل مشاكل يعني فبنخلي الجهاز نفسه يسيف جارد الليمتس بتاعت السار اللي هي اللي هو الفاكتور دوت بحيث ان ما ينفعش ان انا احط انرجي اكتر من المسموح بيها فدي برضو ممتازه جدا حل يعني من الـ من السورس ما بيسمحليش ان انا اوصل ان انا اذي المريض باي شكل من الاشكال فدي طبعا حل برضو ممتاز جدا وما فيش منه اي عيوب خالص الحاجات بقى اللي هي بتبقى ليس بريفيرد او يعني ما هياش طبعا يعني يستحسن ان احنا نستعملها او نستعملها كلاست ريزورت يعني نستعملها اخر حاجه خالص ان احنا نموديفاي انتندد يوز يعني فرضا مثلا انا دلوقتي لقيت الجهاز بتاعي دوت لما بستعمله في يعني كنت حاطط له كذا استعمال اوكي ولقيت ان في واحد من الاستعمالات دي ممكن يحصل لو استعملت الجهاز بطريقه غلط يحصل منه مشكله ممكن تاذي العيان اوكي يبقى ممكن واحده من الحلول ان انا اقوم جاي في الديفينيشن بتاع الجهاز بيعمل ايه او مش دي خالص اوكي يبقى انا كده ما عملتش اي حاجه خالص انا كده ما غيرتش الجهاز بتاعي بس انا كده مجرد ان انا يعني انتندد يوز بتاعي بقى مختلف ده معناه ان هو يعني ممكن برضو يبقى في عندي طبيب ما قراش الانتنتد ده اصلا ويفتكر ان الجهاز ده بيستعمل في الحاجه اللي هي ممكن يحصل نتيجتها ريسك دي ويحصل الريسك ده فعلا يحصل منه فعلا مشكله او يحصل منه هارم للعيان فدي طبعا مشكله الحاجه الثانيه موضوع تريننج التريننج ده برضو احنا يعني كنا قلنا برضو ان هو ما هواش يعني فيري افكتيف قوي لان مش كل الناس بتبقى مركزه في التريننج في الحاجه اللي انا بديها لها كل واحد بيركز في الحاجه اللي هو بيعملها كتير بس مش بيركز في كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها في التريننج فلو انا اعتبرت مثلا ان في عندي في بارتيكولر كيس كده لو حصل لو حصل ان هي اتعملت هيبقى فيها مشكله لو انا دخلت انتري للبيانات مثلا جوه في الجهاز عشان اجست مثلا تريتمنت بتاع عيان بشكل معين ممكن يحصل هازارد او ممكن يحصل هارم للبيشنت كويس لو انا قلت ان انا هاجي في التريننج اي امفسايز الجزء ده اوكي ماشي بس يعني نقطة ان ممكن الشخص اللي هو بياخد التريننج دوت يا اما ما ياخدش باله من الكلام ده يا اما ياخد باله في ساعتها بس على بال ما يجي بقى يطبق حاجة زي كده لو هو جه في وضع يعني اتعرض ان هو ممكن يبقى يعني وهو بيشتغل بي يعني بيتعرض لموقف ممكن يعمل فيه الخطا دوت هو اكشن ممكن يكون نسي التريننج ده خالص فالتريننج الحقيقه برضو ما هواش بريفيرد ما هواش الطريقه المثلى ان احنا نشيل بيها ريسك الحاجه الثانيه بقى خالص هي الاخرانيه خالص هي الورنينجز اند ليبلنج يعني ان انا اقوم جاي كده على نفس الجهاز هو هو ما غيرش في حاجه احط عليه ليبل اوكي يعني اقول مثلا ان انا لو دوست على الزرارين دول مع بعض البعين ده هي هيحصل له مشكله مثلا يعني اوكي احط مثلا ستيكر كده عليه الكلام ده اوكي طبعا دي حاجه مش ظريفه او مثلا لو في فرد عندي التشيسز مثلا اللي هو الشاسيه بتاع المكنه لو انا لمسته هكهرب مثلا اوكي احط عليه ليبل كده ده بيكهرب اوكي ده اخر حاجه خالص ده بقى. ده هو ده لاست ريزورت اوكي بس ما هواش بريفيرد عشان طبعا ممكن ان ناس كتيره جدا ما بتقراش الحاجات دي وخاصه لما يكون عندي جهاز فيه عليه 10 ليبلز اوكي مش هقرا ولا واحد فيهم اكشوالي اوكي فدي برضو من الحاجات اللي ممكن يبقى شكليا كده ان احنا عملنا ميتيجيشن للريسك بس اكشوالي في البراكتيكال يوز ما هياش البراكتيكال يوز احنا ما عملناش كده الخطوه اللي بعد كده بقى احنا دلوقتي عملنا ريسك كنترول عملنا يعني عملنا استيميشن للهازرد شفنا الهازرد دي عباره عن ايه وشفنا الريسك بتاعها عباره عن ايه وحاولنا ان احنا نميتيجيت الريسكس الموجوده دي طب دلوقتي هل احنا وصلنا ان احنا نعمل كده ولا ما وصلناش ووصلنا نسبه قد ايه بنعمل بقى حاجه اسمها فاليديشن اوف سيفتي اوف يوز يعني عشان نقدر نقيس بقى effectiveness بتاع الريسك كنترولز اللي انا عملتها فبيسكلي انا بفاليديت السبيسيفيك ديزاين موديفيكيشنز اللي انا عملتها بمعنى ان انا اتاكد ان الديزاين موديفيكيشنز دي فعلا عملت الحاجه اللي انا عايز اعملها يعني شالت الريسك اللي انا عايز اشيله وفي الوقت نفسه ما عملتش انتروداكشن لايه؟ Further ريسكس يعني دي حاجه مهمه جدا لو اتاكدت ان دول الاتنين اتعملوا يبقى انا كده فعلا عملت الحاجه اللي المفروض اعملها من احسن الحاجات اللي انا ممكن استعملها في الجزء ده اكشولي هو اليوزابيليتي تيستنج لان ده فعلا هو ده اللي بيخليني اقيس الجهاز بتاعي في الانفايرمنت الحقيقيه بتاعته فيقدر يديني فعلا امبريشن او يقدر يديني فعلا آآ يعني آآ الـ actual او ترو يعني استيميشن للفعلا الـ extent of ايه الديزاين design modification دي عملت ايه بالظبط بالنسبه للريسك مانجمنت فدي حاجه مهمه جدا وهي هتبقى افضل كتير طبعا من ان انا اقعد احلل الكلام ده وانا قاعد في المكتب برضو بتكلم على validation of overall device use safety يعني أنا خلاص دلوقتي فرضاً أن أنا عديت المرحلة دي لازم أبتدي بقى أشوف إذا كان فعلاً الجهاز بتاعي خلاص بقى يعتبر safe بتبقى عايزة عادةً comprehensive effort وبرضو بيبقى عايز usability testing والحقيقه لازم في الجزء دوت مهم جدا جدا ان احنا نستعمل حاجه تبقى شبه فاينل يعني ما ينفعش ان انا مثلا ابقى بستعمل بروتوتايب مثلا مفتح ويبقى ما هواش اليوزر انترفيس بتاعه كامل او ما يبقاش العلبه بتاعته هي نفس الحاجه اللي انا بعد كده هنزل المنتج فيها لا لازم يبقى اولموست الجهاز في صورته النهائيه تقريبا اوكي ممكن يبقى طبعا كشكل ممكن يبقى شكل نهائي بس لسه مثلا ماتيريا مثلا ممكن تتغير اوكي والماتيريال دي مش تغيير مثلا ان انا آه يعني تغيير جذري لا انا بتكلم على هستعمل ماتيريال شبهها بس ايه هعمل منها فوليوم بقى فاعملها بطريقه مختلفه بروسيس مختلفه في الانتاج مثلا انما بتكلم على الشكل العام بتاع الجهاز واليوزر انترفيس لازم يبقى فاينل عشان ما ينفعش ان انا تست الجهاز في يوزابيليتي تيستنج بيوزر انترفيس وبشكل معين وبعد كده اجي بعد كده انزله بشكل تاني يبقى انا كده في حاجه ممكن تبقى ميزد بتوين الايه؟ بتوين اليوزابيليتي تيستنج ده والاكشوال يوز اللي هيحصل بعد كده في الماركت. اخر حاجة خالص بقى في ريسك مانجمنت آه يعني ان احنا ن decide whether uh, risks are acceptable وبيسكلي نشوف اذا كان في new risks uh, introduced وطبعا ده لازم المرحلتين دول نعديهم ما يبقاش في يعني لازم يبقى acceptable risks ولازم يبقى ايه لازم ان ما فيش new risks introduced بعد كده نبتدي بقى ايه آه نعمل documentation لكل الحاجات اللي اتعملت دي انكلودنج بقى كل الحاجات اللي لها علاقه بال use error analysis او الاناليسيس بتاع اللي هو الريسكس اللي عندنا ولو احنا عندنا اليوزابيليتي تيستنج نعمل لها ريبورت بعدها تبقى موجوده ودوكيومنتد اي بقى بريفنتيف ميجرز to تو يوز يوز ايرور ميتيجيشن كل الحاجات اللي اتعملت بيسك في ريسك كنترول لازم تبقى كويس قوي عشان بعد كده لما نحب نرجع و... او مثلا فرضا عاده بيبقى في ريجوليتوري ايجنسي مثلا بتبقى هي سمحت للجهاز ان هو يتباع في الماركت او ينزل الماركت لو حصل فيه مشكله معينه بترجع بقى تشوف المشكله دي ريليتد لايه وتبص على الدوكيومنتيشن دي اذا كان في حاجه ظهرت فيها ريليتد للمشكله اللي حصلت في البوست ماركت في دي فمهم جدا الدوكيومنتيشن ده يبقى كامل لان لو ما كانش كامل يبقى فيه مشاكل هتحصل بالتاكيد في البوست ماركت آه بعد كده بعد ما الجهاز خلاص بقى بقى في في الماركت الجزء بتاع البوست ماركت ايشوز دوت آه الحقيقه ده في غايه الاهميه ان احنا نتابع الجهاز بتاعنا لفتره او نتابعه اكشن فور ايفر يعني ده الحاجه اللي بتحصل فعلا يعني لازم اي مشكله تحصل في الجهاز ده لازم نتلقاها بمنتهى الاهميه انها بتعرض لنا جزء من الصوره احنا ما شفناهوش احنا بالظبط اللي عملناه في اليوزابيلتي تيستنج احنا عملنا سامبلنج اوكي خدنا سامبلز كده وجربنا ومنها بنينا كونكلوجنز لا احنا هنا بقى بنعمل يعني بيسك ناخد ماتش يعني ماتش كلوزر سامبلنج او ماتش يعني يعني ماتش مور يعني ديتيلد uh, فيدباك من الماركت فبيطلع منه مشاكل اكشولي ممكن ما نكونش نتخيل ان هي كانت موجوده اصلا ففي بعض المكن الحقيقه الواحد بيشوف بعض الحوادث اللي بتحصل في الاجهزه الطبيه يعني في منتهى الصعوبه ان الواحد يتخيل ان المشكله دي تحصل اكشولي في اي مرحله من المراحل بتاعه الاختبارات اللي قبل الماركت ففي حاجات بتحصل نتيجه لحالات خاصه جدا بتحصل في الانفايرمنت بتاعه المستشفيات فيعني دي كلها نعتبرها انها فيدباك مهم قوي مش عشان بس الجهاز بتاعنا ده نقدر نحسن فيه لا عشان بعد كده الاجهزه التانية نقدر برضو ان احنا نعمل فيها نفس الحاجه او ناخد الفيدباك ده بعد كده يبقى هو كونسبتس اساسيه ما, ما ما ينفعش ان احنا نعمل جهاز من غير ما تكون الكونسبت دي موجوده فيه آه نختصر بقى البروسيس كلها كده ويبقى دي اخر جزء في المحاضره دي الريسك مانجمنت بروسيس ان اول حاجه بنديفاين انتندد يوز ان اليوزر بروفايلز نيد انفايرمنت بتاعه الايه بتاع الجهاز بتاعنا وده الكلام ده لازم يبقى موجود في المانيوال بتاع الجهاز الحاجه الثانيه الـ hazards اللي عندنا يعني نقول ايه الاخطار الم... يعني الموجودة اللي يعني اللي موجوده اللي يعني ممكن ال... ينتج عنها harm للبيشنت او harm للانفايرمنت او harm لليوزر بعد كده نعمل استيميشن وبرايورتايزيشن للارر ريسك uh, بتاعنا يعني نشوف الار بتاعتنا اللي هي الريسك اللي هي جاي من بالبروبابيلتي ودي بنعملها عن طريق حاجه زي الفيميا او حاجه زي الاف تي اي اللي هي الفولت او حاجه بيستعمل اليوزابيليتي تيستنج بعد كده خلاص احنا عملنا ايدنتيفيكيشن للريسكس بقى عندنا حاجات ببريورتيز والريسك عالي وبعد كده اقل وبعد كده اقل وبعد كده اقل وهكذا نبتدي نعمل بعد كده امبلمنتيشن للريسك كنترولز يعني نبتدي بقى نعمل بقى الخطوات بتاعتنا اللي احنا هنميتيجيت فيها الريسكس اللي احنا شفناها هنا بعد كده نفاليديت نتاكد ان احنا فعلا الكلام ده فعلا يعني بيحقق فعلا الحاجه اللي انا المفروض اعملها ولا لا ده بيتعمل عن طريق يوزابيليتي تيستنج وبعديها بنتشك اذا كان في ريسك بتاعنا بعد التحسين دوت او بعد الميتيجيشن دوت هل بقى اكسبتبل وهل في ريسكس جديده بتاعت تبقى موجوده ما كانتش موجوده قبل كده لو الاثنين دول اوكي لو ده ما فيش يعني هو ده اكسبتبل وده ما فيش نيو ريسكس بعد كده بموف للمرحله بتاعت الدوكيومنتيشن بقى, بقى document كل المراحل اللي فاتت دي وبعد كده بريليس المكنه بتاعتي بقى في المرحله اللي هي في النص دي يعني ده بينزل الماركت هنا وبفضل بعد كده بقى فور ايفر بمونيتور ان انتيسيبيتد ريسكس ان بوست ماركت يعني افضل اشوف بعد كده اذا كان في اي مشكله هتنشا من الجهاز بتاعي ده في اي وقت بقى بعد ما الجهاز بتاعي يبقى موجود في الماركت الحقيقه الجزء بتاع المانجمنت اوف ريسك في الميديكال ديفايسز جزء مهم جدا الحقيقه تشابتر 5 من الكومنت ريفرنس فيه بعض التفاصيل اكتر شويه من اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره بنصح الناس كلها انها تقراها وتقرا الحاجات اللي ريليتد للكلام ده كمان اللي موجود على الويب سايت بتاعه الاف دي اي وبتاعه الاجنزيز الريجوليتوري ايجنسيز زي كده عشان تتخيل برده المشكله اللي موجوده او الطريقه اللي الناس بتتعامل بيها مع المشكله دي عامله ازاي بالظبط في بعض الأسئلة برضو موجودة في الـ MCQ exams الموجودة على الويب سايت يعني برضو ممكن الناس تحاول أن هي تحلها على أساس أن هي برضو تتأكد المعلومة بتاعة المحاضرة دي موجودة عندها